البوليس راح امك. امشي قصادي من غير شوشره احسن لك. انا والله العظيم ما عملتش حاجه يا باشا. والله ما عملتش حاجه. والله امشي معايا في هدوء ولا ودي لسفيفك التراب. والله العظيم ابوس ايدك ابوس ايدك. والله العظيم ما عملتش. ايوه يا ابني معاك مروان راضي معاهم مباحث اسمه قص النيل. هات البوكس وتعالى لي حالا. امشي. طب يا باشا سيبني في شوشرك. انت يلا خش جوه. شوشرك بس انا بقى. يلا ودي يا باشا قدامي يا بنت. ايه يا باشا قدامي 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 يا اختي قدامي. طب يا باشا خشي. وين البوريك الحلوه دي يا سكر؟ لا بنت الانسيال والحلق ده لا لا خد ماشي خد الانسيال الانسيال اهو. بس على فكره فاتورته معايا والله العظيم فاتورته معايا. وريني كده مثبتها في البتاع ده ليه؟ مثبتها في البتاع ده ليه؟ خد 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 ماشي اهو فيها يا باشا. وده كمان معاكي فاتورته؟ افتح على الارض دي. اتفضل يا باشا اتفضل. ادي دي كويس. نفضي نفسك بقى كده كويس الحاجات الحلوه انت لابساها دي. يلا خش. طب والله العظيم خش. خش يا بنت. طب وانا اسمعني بس. اقول لك ايه خش جوه. اسمعني بس اقول لك. طب اقفل الباب. طب 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 يا باشا والنبي ما تسيبنيش يا باشا. ايوه الباب بس. فين القوه ولا فتشها ذاتي؟ والنبي يا سعادة الباب. انا مأمن عليها يا باشا. يلا بسرعه. هيفتشك ذاتي يا سعادة. انت اسمك ايه؟ بنعم يا باشا. اوعى حد يفتح الباب ده فاهم ولا لا؟ انت امرك يا باشا سندال في المكان يا باشا. ربنا ينصركم يا باشا. هو انت عملتي ايه؟ انا ما عملتش حاجه. امال يعني الباشا هيعمل معاكي كل ده من الباب للطاقه؟ ده انت يومك مهندل. امال يعني ما هو لو كان سابني اشرح له اقول له ما عملتش حاجه. ما تتعبيش بقى دماغي في استباحتك المهندله دي. خليكي زي ما انت كده. ايوه وانا قاعد اهو مستنيك. ولا جنيه ولا سكر. يا لهوي عليك يا سكر. طب طب مش ست هانم انا ما اقدرش افتح لما الباشا يجي. بقول لك افتح البيت بدل ما اكسر لك الاوضه اهو. لا تكسري ايه؟ تكسري ايه؟ استني استني انا هفتح يا ست استني. ايه النهار المهندل ده بس يا ربي؟ استني اتفضلي. انت اللي كنت مع الواد النصاب اللي عامل فيها ظابط. انا سكر. اسمي الحقيقي كوثر السيد حسين. حكايتي بسيطه خالص بس مليانه بلاوي. انا اصلا من المنصوره وكنت عايشه عيشه حلوه يعني وسط امي وابويا. لحد ما ابويا اتقبض عليه في سرقه محل الذهب اللي هو كان شغال فيه. وبجمله المقاسي والنكل ابويا مات في السجن. امي بقى ما كانش قدامها حل غير ان هي تاخدني انا وناديه وتنزل بينا على مصر عشان ترحمنا من كلام الناس اللي عمرهم ما هينسوا ان احنا ولاد حرامي. امي عرفت تلاقي لنا مكان يلمنا في مصر. وعشان تخلص من عقده بنات الحرامي ما كانش قدام امي غير انها تعمل الحاجه الوحيده اللي هي بتعرف تعملها. ندور على بيت لمدة 5 سنين مش لاقيين. معقولة؟ يا والله. وكمان مفيش فلوس. مفيش فلوس. أول ما أبو سكر لقى فلوس ورايحين ناخد شقة البيت وقع عليه مات. مات. خليها على الله يا حلوة. وعشان أساعد أمي على الحمل الكبير اللي هي اتحملته ده اضطريت أشتغل. اعملي جامد. حاضر. كعب رجلك مش شاقة قوي يا مدام بس انا عندي حته تركيبه عاملاها في البيت على كيف. اللونين دول الواحده ب 20 جنيه. تسلمي. تسلم ايدك. تسلمي لي يا مدام هجيب لك الحاجه على طول. بس كل التعب ده ما كانش بيجيب غير كلام فاضي. وافتكرت ابويا وقلت هعمل اللي هو ما عرفش يعمله. ابتدت الحكايه بغويشه خاتم صغير تعبان بندقي ومع الوقت الخاتم بقوا 2. ها
والتعبان البندقي بقوا تلاتة، والشقة الصغيرة كبرت، والبنت نادية اللي كانت حتة لحمة حمراء اتخرجت من كلية الهندسة واستلمت شغلها في أكبر شركة ديكور في مصر. أوض النوم هناك بقالي كودة. هو انت اصلا مين؟ انا ما بعرفكيش والله العظيم. انت كنت معاك والله العظيم. انا ما اعرفك. ده هو قال لي خلي بالي منك بس. خليك مكانك بقى ما تتحركش. اتحركش ازاي؟ طب والباشا؟ طب انا اعمل معاه ايه؟ حموت يا حمادة حموت. الواد ده لو مسكته انا مش هقول لك هعمل فيه ايه. قعدت تقول هنعدي الكوبري هنعدي الكوبري، الكوبري هيتطربق فوقنا فوخنا. يعني انا مش فاهمه دلوقتي، الواد ده قشط مني كل حاجه. ايوه خد مني كل حاجه. يعني ايه قشطك في كل حاجه؟ هو كده قشط مني كل حاجه، قشط مني كل حاجه، خد الانسيال والحلق والخاتم، خد كله. انت اللي اتنصب عليك يا سكر. بنت انتي بطلي استفزاز يا بنت. يا رب كانوا 50,000 وكانوا هيبقوا 75,000. بص اللي حصل لي على فكره والله. ده انا محسوده. شوفي هي في ايه وانا في ايه. طب بقول لك ايه، الكابتن فتحي مش هو برضو عنده شويه بلطجيه يقدر يلمهم لما اخذه كده ويجيبوا قرار الواد ده من تحت تقطيع الارض. انت بتقولي ايه؟ فتحي مش لازم يعرف اي حاجه عن الموضوع خالص. والفلوس يا حبيبتي؟ ما هنعمل ايه يا سكر؟ انا شايف ان احنا نستعوض ربنا في الفلوس ونشوف صرفه مع الهرقل اللي اسمه فتحي ده. نستعوض ربنا في الفلوس؟ انت بتقولي ايه؟ بتقولي ايه يا ابني؟ دول 500,000 جنيه. فتحي مكتبني وصولات امانه ب 300,000، يعني هيوديني ال 60 داهيه من غير ما يسمي عليا. اتفضل يا استاذ. طب نعمل ايه؟ نعمل عمليه تانية وندي الفلوس لفتحي؟ مش هينفع يا حماده، مش هينفع. طب بقول لك ايه النبي يا حبيبتي؟ قولي لي بس، انت الواد ده مش فاكره منه اي حاجه؟ علامه مميزه؟ اي حاجه؟ ما فيهوش اي حاجه مميزه خالص ولا اي حاجه. يعني ايه يا سكر ما فيهوش اي حاجه؟ استني. ايه؟ استني كده. ايه ده؟ في ايه؟ انا غبيه صحيح. انا اكتر من اللي حصل. عاجبك كده؟ انا افتكرت حاجه. مميز ايه؟ الاحمر والتلتل عادي برضو. كربت كده. انا افتكرت حاجه. انا الواد ده شفته. في ايه مالك؟ انا الواد ده شفته عند الجواهركي. الواد ده كان جايب العقد اللي انا قلت لكم عليه. فين الصوره؟ فين؟ ده وريني. ايه ده؟ هو الواد ده. هو الواد ده يا حماده. ايه ده سكر؟ ده ظهره. حتى الراجل وهو ماشي قال له شرفت يا عمر. ايوه اسمه عمر. عمر عمر اسمه عمر. اسمه عمر. ادي حماده اسمه عمر. جيبه لنا من على الفيس. بقول لك اغري من وشي، اخفي من وشي ساعات عشان مش طايق نفسي. انت عليا اصلا؟ انت عارفه كم مليون واحد في مصر اسمه عمر؟ كم يعني؟ ما شاء الله بقى معانا معلومات عظيمه للسيرش. معانا عمر وقفاه. احسن من ما فيش يا حماده. يا بنتي كفايه سجاير بقى، هتموتي نفسك وتموتيني معاكي. مش هرتاح غير لما الاقيه. طب بص كده على ده. لا مش هو. طب بص على ده كده. لا ولا ده، ده عيل صغير. طب ينفع ام عمر؟ لا مش عايزين نزورها. والله العظيم ما بهزر يا سكر، انا بوريكي كل اللي موجود اهو. طب بص ده. لا ولا ده طالب. ده عمر كمان. ده اللي بيغني مع حسن شاكوش. لا بص ده كده. انزل 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 تحت يا ابني، انزل تحت. ما بصراحه سكر احنا بندور على ابره في كوم قش. انت عارفه في كام واحد اسمه عمر على الفيس؟ ده في عمر في الهند. طب اعمل ايه يعني؟ اعمل ايه؟ طب بقول لك يا سكر، انت مش بتقولي ان انت شفتيه عند انور الجواهرجي وبيديله عقد؟ ايوه شفته، بس انور الجواهرجي ماله بالموضوع؟ ما نخش على صفحه انور الجواهرجي يمكن نلاقي اي حاجه توصلنا بيه. ادخل انور الجواهرجي. ده الشغل بتاعه كله. هبص عليه كده. طب انا عايز العقد. ماشي بيحمل بس اهو. بص كده على العقده دي. لا ده. ده لا ده. هو ده بجد؟ هو ده. طب استنى ما نشوف الكومنتات. ادخل بسرعه. مني اقول كومنتس بطيء؟ مش بطيء ولا حاجه. اهو هو الموديل ده لسه متاح. التفاصيل على الخاص. بسم الله ما شاء الله. ده الماس بجد. موجود الموديل شغله تحفه قوي. السعر على الخط. العقد رجع زي الاول واحسن. ميرسي قوي. يعني دي صاحبه العقد. طب ادخل 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 ادخل. هو ده. هو ده يا جزمه يا ابن الجزمه يا نصاب يا ابن النصابه. هو ده.
هجيب لك قرار اللي جابوه. سلام. فين عربيتي يا بت؟ فين عربيتي؟ لا بهرتني بجد بهرتني. عرفت عنوان بيتي؟ انا كنت جايه لك والله العظيم كنت جايه لك. اثبت لهم ان انا خدت منك العربيه. بت انت انا مش عايز اتغاب عليكي. تيجي معايا دلوقتي حالا ترجعي لي العربيه لاحسن. والله العظيم والله العظيم ايه والله العظيم ايه؟ هتبلغ البوليس؟ روح يا حبيبي بلغ البوليس. هتقول لهم ايه؟ سرقت مني العربيه بعد ما سرقت منها الخاتم اللي هي سرقته من الجواهرجي. روح يا حبيبي بلغ. وانا كمان هبلغ. ولا انت نسيت الحاجات اللي على اللابتوب؟ سكر سكر سكر, سكر. ايوه ايوه كمل استوانه التهديد بتاعتك متكمله. ايوه كده كده تعجبني كده تعجبني. ابلع ريقك كده وفتح مخك معايا كويس وبلاش انعاره. انت عايزه ايه؟ انا عايزه فلوسي يا حبيبي. عايزه فلوسي. عايزه ال 500 الف جنيه بتوعي. 400 الف جنيه الخاتم و100 الف الغويشه والحلقه اللي انت سرقتهم مني. لحسن هبيع العربيه وهتصرف على اللابتوب اللي ان شاء الله ان شاء الله هيوديك في 60 داهيه. وديني لو الحاجه اللي على اللابتوب دي ظهرت. صباح النور. لو الحاجه اللي على اللابتوب دي ظهرت ولا اتسربت لاكون مبلغ الراجل بتاع الالماس وقايله على مكانك. ما تقدرش يا حبيبي ما تقدرش. لو انت ماسكني من ايدي اللي بتوجعني شويه فانا ماسكك من رقبتك. روح هات الفلوس وتعالى. يا اما والله العظيم هتصرف في اللابتوب وهبيع العربيه. لو ما جيتش لحد بكره الصبح هتصرف في الاثنين. سكر استني نتفاهم. رجع لي فلوسي وبعد كده نتفاهم. هجيب لك 500 الف جنيه منين؟ لحقت تصرفهم يا حرامي. وما معيش منهم ولا مليم. انت فاكرني هبله؟ فاكرني هبله هصدقك انك انت صرفت الفلوس كلها؟ يا اخي بيع اللي اشتريته ورجع لي فلوس. ما اشتريتش حاجه. انا دوب جددت اشتراك نادي الجزيره وجبت لامي شويه كريمات. نعم يا اخويا اشتريت جزيره؟ نادي الجزيره. نادي الجزيره اللي في الزمالك. طب اوعى من وشي. انا مش لاقي ثمن الاوبر اصلا. استني بس انا عايز حاجتي. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه؟ هنبيع شقه الزمالك اللي قاعد فيها انت وامك. ما ينفعش ابيع حد ايجار قديم. خلاص بيع العقد اللي انت كنت بتصلحه. ولعلمك بقى اي حركه نداله انا هكلم كل العيال اللي انت نصبت عليهم هقول لهم انت مين وساكن فين. قدامك 24 ساعه. سلام. طب انت متاكده ان هو هيعرف يتصرف؟ لا يا حبيبتي هيتصرف. ما قداموش حل تاني. عشان هو لو ما جابليش الفلوس هفضحه بالفيديوهات اللي معايا وحرفع عليه قضيه وهكسبها ان شاء الله. حرام عليكي ده عسل. ده يتحبس. ده عسل. شوف احنا في ايه وهي في ايه. صحيح بقول لك ايه؟ ايه انا لازم افكر اعمل عمليه تانية عشان الواد ده لو ما رجعليش الفلوس انا ممكن اروح في 60 داهيه. صح صح. بس بقول لك ايه ده انت اوصافك عند كل الجوهرجيه اصلا. ايوه ما انا خايفه يكونوا بلغوا لبعض وبلغوا البوليس. انت ما عندكيش جمله عدله غير صح صح صح. ما تقولي جمله مفيده. انا الحق عليا. ايوه من الصبح عماله تقولي صح صح. ماشي انا قربت اخلص اصلا. احسن برضه. صح 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 صح. لقيت مفاتيحها؟ خدت السبير. انت عارفه بقى المشوار الاكراني ده هو اللي كمل عليا. يا طعمي يا ابني. والله. تاني. مالك يا عمر؟ امبارح جاي مش شايف قدامك. والنهارده خرجت من البيت زي المجنون. في ايه يا حبيبي؟ عندي شويه مشاكل في الشغل. مشاكل ايه؟ ده انت دافع مبلغ كبير قوي في النادي. ومصلح لي العقد وقلت لي انك جايب لهم كلاينتس كسبهم فلوس كتير. عملت غلطه غبيه في الشغل كلفت الشركه فلوس كتير قوي. عايزين يحققوا معايا ويدخلوني السجن. تسجن ايه يا حبيبي بعد الشر؟ ما تقولش كده. المبلغ كام؟ مبلغ كتير قوي. خلاص بيع عربيه جدك. ما اقدرش ابيع عربيه جده يا ماما. ما اقدرش. ليه يا حبيبي؟ فداك بكره تجيب احسن منها يا ماما. حتى لو اتباعت عربيه جده مش هتجيب نفس الفلوس دي كلها. ده مبلغ كبير. امال هنعمل ايه؟ انا هبيع الساعه بتاعتي.
انت عايز العقد يا عمر؟ ماما هرهنه لغايه لما افك زنقه بتاعتي، واول ما اخلص هجيبه على طول تاني. معنديش حل تاني، معنديش. حاضر. عاطف، انا عايز ابيع الرولكس بتاعتي. هتلاقي جوه الضمان والكتالوج بتاعها وكل حاجه كانها جديده، يعني انت عارف استعمالي. هي حلوه بس موديلها قديم. ظبطني بقى. يعني تعمل 80 90 بالكتير. لا عشان خاطري. لا ده عشان خاطرك انت. 90 90 90 ماشي، بس هاخدهم دلوقتي ان شاء الله. أربعين، ستين، ثمانين، تسعين. شكرا عاطف. شكرا. اتفضل. خش تشرب كوفي؟ مش رايح اعمل. طب هتعمل ايه بالفلوس دي؟ ليتر ليتر. طب كلمني. لا مبهوره بيك بجد، بهرتني. انا عاجبني انك انت مرستق نفسك في المكان. عايز ايه قلب؟ فلوسك. كم دول؟ 2000. وبقيه الفلوس؟ بقولك ايه، ده اللي احتكمت عليه. لو اتقلبت قرد مش هعرف اجيب لك اكتر من كده. وانت لو اتنططت على دماغك مش هدي لك اي حاجه لحد ما ترجع لي بقيه فلوسي. اوعى بنت انت تكوني فاكره انا خايف منك. انا بشتري دماغي بس على فكره. لا يا حبيبي، على فكره خايف ومرعوب وركبك بتخبط عشان كده قاعد، علشان انت عارف انا تحت ايدي ايه، تسجيلات وفيديوهات بس. بس بس انت ايه؟ ايه ده، انت هتشوف اللي عمرك ما شفته. ده هعتبره جزء من الفلوس، بقيت فلوسي ترجع لي اسرع وقت. مفهوم يا عمورة؟ عمورة؟ ها معاك فلوس تروح ولا سلفك؟ سكر قوي. سكر. ادي 15,000 جنيه، وكل كام يوم هجيب لك زيهم لغايه لما اخلص اللي عليا. طب ومستعجل على ايه؟ خلي الفلوس عندك، حوشهم لي كلهم على بعض وابقى اديهم لي. لا معلش، انا عايز اخلص اللي عليا عشان عايز اخد حاجتي. ده انا حتى جايبه لك اللابتوب بتاعك اهو. هو في ايه؟ في ايه في ايه؟ جايبه لي اللابتوب، مش عايز تاخدي الفلوس، ولطيفه زياده عن اللزوم. لا خش عليا، انا مش برياله. عايزه ايه؟ عايزك تشتغل معايا. فين؟ في الكوافير؟ لا يا حبيبي مش في الكوافير، عايزك تمثل، تعمل اللي انت بتعمله بالظبط. لا ما بشتغلش مودلز يا اختي. لا مش مودلز. هتعمل دور واحد وارث من ابوه حوالي 20 30 مليون. لا يا شيخ. والله لا. ليه هننصب على نجيب ساويرس؟ يا ابني اسمع كلامي، هتاكل من ورايا الشهد. بلا شهد بلا دموع. اخرك تاخدي فلوسك، اخد حاجتي، خدت اللابتوب، فاضل العربيه. السلام عليكم. يا ابني نزلي ايدك احسنلك. اسمع كلامي بس يا اخي، افهمني، اقعد واسمعني. انا محتاجه واد نظيف زيك، يكون متعلم، بيفهم في التيكيتات، بيتكلم لغات. واد نظيف مستحمي يدخل القلب. هجيب يعني حد عندي من المنطقه؟ لا، اولا يلصمي التيكيتات، ثانيا انا وانتي استحاله نشتغل مع بعض، حتى لو مش لاقي اكل. اكل؟ انت متأنهر على ايه؟ متأنهر على ايه؟ انا الحق عليا جايبه لك مكسب قد كده، وبعدين عايز اغير لك العربيه الكون اللي انت راكبها من ايام سعد زغلول. الحق عليا. اسمه سعد باشا زغلول. اول ما اخلص بقيت فلوسك هكلمك ابعتها لك.
سلام. ماشي يا ابن درية. على فكرة الحاجات اللي على اللابتوب عندك عندي وهتوديك في 60 داهية وهتجيلي راكع. باي شوجر. باي. هتجيلي راكع. صباح الخير. تحب تشرب حاجه دلوقتي؟ يا عم دي ثالث مره تسالني، لما خطيبي يجي ابقى اشرب. اوكي حاضر. رابعه. من الجزمه. صباح الخير يا طنط. حضرتك مدام نوريه صح؟ مامة عمر. اه مظبوط. انت مين؟ انا مروه زميلته في الشغل. هو ما حكيلكيش عليا ولا ايه؟ اصل احنا عندنا ميعاد. هو لسه نايم. هي عيني واحده اوضته دي. بقول لك نايم. بقول لك نايم يا حبيبتي. انا هصحي. عمر. عمر. اصحى، في حد عايزك. حد مين؟ مروه زميلتك في الشغل. مروه مين يا عمر؟ مروه مين؟ بطل الهزار البايخ ده بقى يا عمر، انا مستنياك بقالي كتير قوي. يلا عشان نلحق مشوارنا. يلا يا عم اصحى. ماما هتشربني قهوه. شربيني قهوه من ايديك الحلوه دي، بحبها ساده. بس في اتنين باصين لك، شايفاهم دول؟ اه اه فعلا. لازم تبخري البيت. اه بصي بقى، دي غالبا جارتك، قريبتك، صاحبتك. يلا يا مروه. هو فنجان حلو. ايه؟ يلا. اه يلا يا حبيبي. يلا يا مروه. يلا عندنا شغل. ايه يا عمر؟ استنوا شويه. ده عندنا والله قعدتها حلوه. معلش يا ماما، عندنا بس مشوار مهم. ابوس ماما بس. ابقي تعالي. فرصه سعيده قوي يا حبيبي. انا اسف. فرصه سعيده. يلا. عمر انا زعلانه منك قوي. ليه يا ماما بس؟ ازاي ما تعرفنيش بالبنوته الحلوه دي قبل كده؟ ما جاتش بنسبه بس. انا هبقى اجي لك على طول بعد كده على فكره. دي بتعرف تقرا الفنجان حلو قوي. خلوا بالكم من نفسكم يا عم. ما تزقش. انت اتهبلتي؟ انت ايه اللي جابك؟ اتهبلتك ايه؟ احنا مش متفقين نتقابل النهارده. انا هتفتكر معاك ان احنا نتقابل النهارده. ايوه ايوه اتفقنا ان احنا نتقابل النهارده. انت كنت سكران وانت بتكلمني. يلا يلا يلا. لا بص على موبايلك. انا مش بكذب عليك على فكره. لا بص على موبايلك. انا عايز اثبت لك ان انا مش كدابه. وانت مسجلني ايه على الموبايل؟ ما قلتش لامك على فكره. اسمها والدتك. مامو ما تزقش على فكره. انا كمان بعرف ازق. انا بس عشان في المنطقه عندك مش عايزه اعمل لبش. بس 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 ايه؟ بس ايه؟ انا كنت سكران امبارح فاي كلام قلته انا مش مسؤول عنه. الكلام اللي انت بتقولي عليه ده مش هينفع. انت خايف كده ليه؟ ليه خايف؟ ما تجمد قلبك. لا انت خايف والله العظيم. ما تخافش على فكره. تخافش بقى. اخاف ايه؟ انت كمان انت مجنونه. ما انا عايزاك في المصلحه دي عشان ارجع لك فلوسك وفوقيهم كمان هتكسب قد كده 100 مره. بقول لك ايه؟ اخرك معايا. ارجع لك الفلوس. مش عايز اشوف خلقتك تاني. يلا بقى من هنا. يا تاكسي. بولاق. بولاق. يلا. طب اقتنع بس بكلامي. يا ابني يا ابني اقتنع بكلامي. تعالوا اركب معايا. معلش هو بس خطيبي معطل. خش جوه وانا هركب لوحدي. كده ايه؟ ايوه. اه تمام. لا نازل رايح فين؟ يعني ايه هاجي معاكي؟ لا مش هينفع تنزل ورايا على طول. مش عايزين لبش. لبش؟ لبش ايه؟ اسمع كلامي بس. بص انت هتطلع العماره ورايا. انت عارف طبعا انا ساكنه فين. عينيا عن التعريف. عارف. هتطلع فوق السطوح. ها انا هستناك هناك. ما تخافش. يبقى حسب التركيز. حاضر. حاضر. الله يسلمك.
ايه يا ابني تتلكع كل ده فين؟ مفيش مكان انضف من ده شويه نتقابل فيه. ماله المكان زي الفل، وبعدين احنا هنتكلم في ملايين لا مؤاخذه يعني، مش هنتكلم في كافيه وكده. انت بتدخلي سجاير ازاي مع السلم ده يا حبيبي؟ انا لياقتي عاليه. لا مد مد، يلا مد، يلا يا عم شاهد. قوم يا حماده قوم، رحب بعمر. اهلا، ازيك يا مستر عمر؟ ده السطوح حصلت له الف بركه والله. ازاي حضرتك؟ مين ده؟ ده حماده، اشهر هاكر في المنطقه، وبعدين شريكي اعمال اللي فاتت وشريكي في الاعمال اللي جايه، هو اللي جايب لنا موضوع الراجل الكبير ده اللي احنا هنحكي لك عليه. وهنعمل ايه بقى بالهاكر ده ان شاء الله؟ وعشان تطمن لي اكتر، انا اللي عملت هاك على الموبايل بتاعك وعرفت منه عنوان بيتك، وانا اللي لا مؤاخذه قلبت العربيه بتاعتك انا وسكر وفتحنا اللابتوب بتاعك وشفنا بقى الفولدرات اللي عليها. بس خلاص خلاص خلصنا، انجز. مبانش عليك الشقاوه ده يا مستر عمر. انا عارف ان حضرتك مش طايقني، بس والله العظيم انا فرحان بمجيتك جدا، وسعيد ان انا هيبقى عندي صديق من الزمالك. انا عارف انك انت مش طايقني ولا انا طايقاك على فكره، بس العمليه دي ما تمشيش من غير حماده، وبعدين العمليه دي هي اللي هتحل لنا كل مشاكلنا. يلا يا حماده، مش هتعزمنا جوه ولا ايه؟ لا قولي لي الموضوع بالظبط عشان ما عنديش وقت كلام فاضي. يا مستر عمر جوه مش هينفع كده في الهوا. الحيطان ليها ودان، ادخل جوه وبعت البيت جنن جوه. ما تقلقش البيت نظيف لسه مسيقه حماده. لا هو هيحبنا. شفت بقى الموضوع بسيط ويستاهل. هو يستاهل اه، بس هو مش بسيط خالص يا حبيبي. مفيش حلاوه من غير نار. انت هتعمل دور ابن غزال حلو، ناخد الفلوس ونفلق. نفلق؟ اه. انت عارفه يعني ايه بنك اصلا؟ اه طبعا عارفه. بنك يعني ورق واجراءات وبطاقه مش مزوره لابن غزال ده، وشهاده وفاه واعلام وراثه من المحكمه. لا طبعا الموضوع ده ما ينفعش. طبعا الموضوع ما ينفعش يا استاذ. بتقفلها في وشي كده ليه؟ ليه؟ خليك هابي هابي. بس ده يعني شيرفول. شكرا للترجمه. هي دي. مساء الخير، ازيك يا عسل؟ عامل ايه؟ مين دي؟ دي البت رضوى زميلتي ودراعي اليمين. سكر، مش انت اتفقتي ان انت مش هتبتدي من غيري؟ ولا هو مش تيم ورك يعني ولا ايه؟ هو احنا طالعين رحله؟ احنا بنتكلم في ملايين، يعني مش عايزين نسيب اي ديول ورانا. ايه ده؟ ده سيرك. المهم بس موافق ولا ايه؟ لا طبعا. فرضنا ان انا ممكن اتهف في دماغي ووافق، فرضنا. الواد ده هو اللي هيعمل الهاكينج. اسمه حماده. وبصفه الاستاذ حماده هو اللي جاب الموضوع من البت. ماشي، عرفنا بيعمل ايه. دي ده دي اهم واحده. البت دي لهلوبه لهلوبه. بص بت، عيطي كده. انا عملت لك ايه؟ ها؟ عملت لك ايه عشان تعمل فيا كده؟ لا بص لي ورد عليا، عملت لك ايه؟ انا عملت لك ايه؟ خلاص خلاص خلاص. تعمل فيا كده؟ اضحكي اضحكي ضحكه كده حلوه. ضحكي اضحكي اضحكي بتضحكك. مستوى عز ولا اي حاجه. الحته بقى بتعملها بتاعت السرعه كتير. بت تسرعي تسرعي. صراحه؟ اه كده الصراحه. مدى بقول لك واحد اتنين يلا واحد. اه اسم الله عليك يا اخي. بص اسم الله عليك يا حبيبتي، خدتونا يا عالم. بص اسعاف اسعاف. كمان تنزل من لا طبيعيه خالص. بص لا ما تتخضش. بس 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 خلاص. بقول لك ايه، ده انا برقص وبرقص وبغني كمان. البنت لهلوبه لهلوبه فظيعه. يخرب بيتك. فرضا ان انا ممكن اكمل معاكم في العبث اللي انتوا بتتكلموا فيه ده، هنحتاج جوابين ثلاثه من البنك عشان نتاكد ان الحساب ده لسه عليه معاملات. تمام حاضر. ماشي ماشي. وهنحتاج بطاقه الراجل اللي اسمه غزال ده. حاضر. لغايه لما تجيبوا الحاجات دي هفكر افكر واشوف الموضوع ده ينفع اصلا ولا لا. طب مستعجل عليا يا استاذ عمر؟ ده كنت لسه حمر برجر والله. راح فين يا استاذ عمر؟ راح فين يا استاذ عمر؟ ايه ده؟ استنى يا عسل بس. تنك قوي على مناخيره. قط جاي. متحلش عليه. جاي 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 جاي. بقول لك ايه؟ دلوقتي انا سهل ان انا اجيب جوابات البنك دي، انما البطاقه دي انا اجيبها ازاي؟ لا ما تخافش يا حبيبي، هنعملها عادي هنعملها. لا لا هنعملها كده صعبه قوي. هنعملها هنعملها وهنعملها. انا مش فاهمه يعني غيرت المكان ليه؟ بيت ماجي ده انسب بيت نتقابل فيه عشان محدش يشوفنا ولا يسمعنا، بدل قعده السطح اللي في الطل دي. انا مش فاهم انت زعلانه ليه يا سكر؟ ده حتى الشغل هنا يفتح النفس. ده عامل زي ما يكون حضانه يا ابني. انا مجهزه لكم بقى الترابيزه، نوت بوكس، بنس، بنسلز، ماركرز، وايت بورد، كل حاجه. شايفه الشغل الحاجات دي. ستودس. انت عارفه حضرتك اول ما قلت محضره لكم فكرت عايزه. ما عندكيش حاجه تتاكل عندي؟ لا بس عندي حاجه. لا والله اتزولت. على فكره ده حرام اللي انت بتقوليه ده. هو مين الاموره؟ ايه ده؟ ماجي دراعي اليمين اللي ما بشتغلش من غيرها. انت اكيد بتستعبط كده. الدايره وسعت والفلوس مش هتكفي.
هم الاهلك. بصي بقى، لو عايزه الفلوس دي في خلال اسبوع تبقى معانا، اولا لازم تسمعي كلام كويس قوي، ثانيا ماجي اللي مش عاجباكي دي درس حاجه مهمه قوي اسمها سبيشال افكتس. عارفه يعني سبيشال افكتس؟ وهتفت في ايه بقى ان شاء الله؟ هتفت في ايه؟ هقول لك انا. سبيشال افكتس ده ميك اب خاص جدا بيتعمل عشان تكبر في السن، تصغر، تغير شكلي خالص. انا مش هينفع اخش البنك وانا عمر حسين الجزار، لازم اخش البنك وانا ابن غزال، لان في حاجه اسمها كاميرات، ممكن اطلق واروح في داهيه. تخني ايه ومناخير ايه؟ ايه الاوفر ده؟ على فكره انا والبت رضوى كفرات قد الدنيا، وعندنا بواريك وبنعرف نعمل مكياج. لا ما هي مش حنه بنت خالتي، ولا عايزين اروح البنك بالباروكه الحمراء المقشفره اللي انت كنت لابساها وانت في الجواهرجي. عندي واحده صفرة على فكره. منورين يا جماعه. نورك. تشربي ايه بقى يا سكر؟ شربات. شاي؟ شاي. كابتشينو. كابتشينو. اوكي. صح. عايزه اتعبك شاي. اوكي. ماشي. بس بيتك حلو قوي اول ما اجي كله ديستورشن. سكر. كابتشينو. ملك فرحان قوي كده. وقبلتها حلوه يعني. صراحه قبلتها حلوه. فيني قوي. اول حاجه انا محتاجه مخلصات في السجل المدني عشان اطلع بطاقه باسم ايهاب غزال السيد طعيمه. حلو. ده انتوا اللي هتجيبوه ولا احنا اللي نتصرفوا؟ كلنا هنتصرف فيها سوا. بصوا من هنا ورايح احنا هنتعامل كاننا ايد واحده لغايه لما نجيب الفلوس ونقسمها علينا. بعد كده مش عايز اشوف خلقه حد فيكم غير ماجي. ومين قال لك اساسا ان احنا عايزين نشوف حد فيكم انتوا؟ فلوس ايه اللي هتتقسم ان شاء الله؟ ماجي دي تاخد فلوس ليه اصلا؟ ولو خدت الفلوس تاخد كام؟ هو انت دافعه حاجه من جيبك؟ لا معلش يا مستر عمر، انا اللي جايب العمليه دي من جدرها، وانا والغلبانه دي اللي جايبين البطاقه وجوابات البنك، وانا اللي معرفكم على حوار غزال ونجلاء ده من بابه. يا حماده استنى، انت هتاخدي فلوس اصلا ليه؟ انت بتشتغلي ايه اصلا؟ لا 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 لا، بتاخدي زي ليه؟ تايم اوت تايم اوت. ماجي دي اهم واحده فينا دلوقتي، اهم مني انا شخصيا. هي اللي هتعمل لنا سبيشال افكتس عشان لما اجي اخش البنك ابقى بشكل واحد تاني كلنا. فهمتوا؟ سبيشال افكتس. لا مهم يا سكر. لا انا مدرك اهميه السبيشال افكتس. كمل يعني. كمل اهدى، انا هشرح لهم. عشان هي بتكبر المناخير والودان وبتطخن وبتزرع حاجات كده يعني. بالظبط كده. بعد البطاقه هنطلع شهاده وفاه رسميه لغزال بيه. بالشهاده دي هنطلع اعلام وراثه من المحكمه. هناخد الورق ده كله ونروح بيه على البنك. البنك هيبص على الحاجات دي كلها، لازم ابعت للبنك اللي ايه؟ مركزي. البنك المركزي هيرد عليهم يقول لهم اديهم الفلوس. انا شايفه بقى، انا دخلت البنك دي لازم تبقى قويه جدا ومحبوكه. صح. ما ينفعش الراجل مثلا يبقى راجع من امريكا بقاله 20 سنه عايش في امريكا يجي ياخد ورثه ابوه ويخش كده البنك لوحده عادي. لازم يبقى في طلق كده. انتوراج. طلق. تفاصيل. يعني انا شايفه انه المفروض يبقى عنده مثلا واحده تعمل دور مراته، اجنبيه شيك داخله في ايده كده، محامي بقى طول بعرض. نعم. بيج بانج. طبعا. تصدق على طول. تصدق على طول. تصدق على طول. وطبعا مراته الاجنبيه شيك بقى وبتتكلم لغته كده. وطبعا مين اللي هتبقى الست الاجنبيه؟ مين؟ ماجي. اهلا اهلا وسهلا. اهلا. كده مين بيتكلم انجليزي؟ انتوا عايزين تقرطصونا؟ ايوه. فانتوا الاثنين قاعدين وبتتفقوا مع بعض ورجلكوا تحت الترابيزه عماله تخبط. ايه اللي بتقوليه ده؟ خبطيه يا بابا. سكر. احنا مش هيضحك علينا على فكره. انت بتعرف انجليزي؟ يس. ايه كمان؟ نو. رحنا في داهيه. لا معلش. ايه يا حبيبي؟ وبعدين الفيزيكال يا مستر عمر، عينيها ملونه وشقره. قول له. دي بتنصر اي حاجه انت عايزها يا بابا. فورجيت ات. انسكيور؟ يس. جاست جيف هير ذات. سو ليتس لايك شيز جات ميست اب هيد. خلاص. لا لا هيد دي بقى انا عارفاه، عشان دي هيد ودي هاند. تمشي. الهيد دي متكلفه على فكره قوي قوي. توديكي وتجيبك. خلاص. بقيتي مرات غزال. بقيتي مرات ايهاب غزال وهتبقي بولنديه وهتنطق لك كلمتين. خلصنا. مين المحامي؟ انا. لا حماده ما ينفعش يبقى المحامي. ليه؟ لو سمحت يا مستر عمر ما تعملنيش على ان بصمجي. ما لو كان امي وابويا عايشين كان زماني في كمبيوتر ساينس او كمبيوتر انجينيرنج. انا كل اصحابي اللي كملوا ايتهات في شركات مالتي ناشونال. خلاص خلاص خلاص. ايه؟ حرام عليك. ممكن اظبط له وشه. حمادة انت الوحيد اللي هيعرف يعمل هاكينج لكاميرات المراقبه بتاعت البنك عشان لو حصل حاجه حضرتك تنبهنا. هتعرف يا حمادة؟ طبعا، بس انا لازم اعاين البنك واشوف نوع الكاميرات عشان اعرف اركبها. تركبها؟ يعني هاكها. طب احنا بقى هنعرف ازاي؟ هيكلمنا في التليفون لما يراقبنا؟ انت كده كده هتبقي اصلا قاعده بتقولي لي الكلمتين ثلاثه بالبولندي. تبقي حاطه سماعه في ودنك، لو حصل حاجه هو يبلغك، تدينا اشاره نمشي على طول. سهله سهله دي يا سكر. طب على كده مين هيعمل المحامي؟ طب ما خلي سباعي يعمل المحامي.
مين سباعي ده؟ خالد سباعي ده احلى كومبارس وريجيسور في مسلسلات مصر كلها، ده ما فيش لوكيشن ينزله الا لما يقشط كل الموبايلات وينزل يبحث عبد عزيز. مجرم يعني؟ مجرم ايه؟ بقول لك ممثل عبقري، ده بس مستني الفرصه والاكتشاف. هاتيه نشوفه ونقابله وبعدين نبقى نشوف، بس ما تقولوش حاجه طبعا. ثق فيا انا هجيبه لك وهيقعد معاك وهيعجبك. يا عم جربه مش هتخسر حاجه. ها؟ فكها بقى مستر عمر بقى. نقول اوكي. اوكي. أنا بصراحة مش عارفة نعمل إيه. عندك حل تاني؟ ما عنديش حل، بس إحنا كده بقينا 10، يعني الفلوس اللي هتتوزع علينا هتبقى قليلة جدا، ده غير احتمالات الغلط بتكبر، واحد فيهم ممكن يودينا في 60 داهية. أنا رأيي ما نعملش العملية دي. بالعكس أنا شايف إن هم مطوطين معانا زينا زيهم بالظبط، مفيش ولا واحد فيهم هيجروا يفتح بقه، وبصراحة الموضوع يستاهل. يستاهل؟ طب بص عليهم كده. لا لا عايزك تبص، بص كويس، كلهم عاهات مستديمة. كان يوم اسود يوم لما قابلتيني مش كده؟ منيل بستين نيلة. نفس الشعور يا فندم. نفس الشعور. بس أقول لك حاجة بقى، مفيش أوبشن غير إن أنا وإنتي ندورها صح عشان نعرف نمشي شوية الهمج اللي جوه دول، يا كده يا نلغي الموضوع كله، بس أنا وإنتي لازم نتفق. قلت إيه؟ أنا بقول نروح. يا نهار اسود بص. لا لا عايزك تبص. ربنا خير خير خير. خرابه انت جايين وراك ده لو اتقتل الاسيل ما يبانش فيه. اتفضلوا اتفضلوا. الخرابه اللي انت جايبنا فيها دي يا فتح. اتفضلوا يا جماعه مش عايز حد يتجزف بقى بجد. مكسوفين ايه يا عم احنا خايفين. اتفضل يا ابله اتفضل. بص تحت رجلي ابقى كلمات كده. انا في تعبين. لا تابعي تعبين ايه تابعي. سلموا الله يا جماعه. مكانك في حاجه. انا مستواكم في الاجرام ضعيف قوي. ما شاء الله كلكم داخلين بقلب كده ليه؟ ما شاء الله فتحي مكان يقرف الكلب العور الحزين. فاهم يا جدعان يعني انتوا خايفين ومعاكم زيزو الاشباح كلها تلاميذه. والنبي تلهي والنبي تلهي. اهلا وسهلا بيكم في الوكر بتاعي. المكان زي الزفت بصراحه يا فتحي، يعني كنت متوهله منك حاجه احسن من كده. القرف ده عاصم. ده عاصم ده معانا في بتاع جديده ولا ايه؟ بالعكس بقى انا شايف ان المكان ده مناسب جدا للاجرام اللي احنا فيه. اولا ده مكان غير ادمي وان هيلسي، يعني الواحد لو اتحصر يفك فين؟ احنا معانا بنات. المبيضه يا حبيبي اقرب مبيض فيها. مبيضه اسمها ميضه. والله مش بطل المكان ده يا فتحي، بس انت متاكد انه امان؟ عيب يا فندي برقبتي، ده ناس مش شبح العالم حتى، لا حد يقدر يدخل هنا ويطلع سليم يعني. ماشي يا شبح العالم، انا عايز اعرف يعني ان الوكر ده ينفع نشتغل منه ولا هيتقبض علينا فيه؟ لا لا ما تقلقش، بعدين ما تغلطش فينا. الوكر ده انا واخده من ايام ما كنت بتكحرط. نعم ما كنت شغال في المواد الغذائيه المضروبه لا مؤاخذه يعني، ولما ربنا كرمني واشتغلت في المخدرات كنت بقعد هنا وفكرت ابيعه بس صعب عليا. احنا التاريخ بقى يا استاذ حماده ما انت فاهم. وانا احنا شكرا على البرزنتيشن القذره دي يا استاذ فتحي على متحف الاجرام بتاعك. احنا دلوقتي يا جماعه مش محتاجين نضيع اي وقت، عايزين نقول كل واحد محتاج ايه. انا عارف ان انا هحتاج بروجيكتور وشاشه البروجيكتور ترابيزات، مين تاني يحتاج ايه بسرعه؟ انا هحتاج نت ميك اب ستيشن. ميك اب ستيشن وانا محتاجه اضاءه وكراسي يا جماعه، زعافه وجردل وشرشوبه. لو سمحت انا نجوميه بار على القد يعني. ايه بار على القد. ماشي هنحتاج ستيشن للقهوه والشاي والمايه والحاجات دي كلها. حد محتاج حاجه تانية؟ لا انت متشكرين اهو كده. ايه ده ايه ده انت بقى شكلك خايف. لا اخاف من ايه؟
بعمل ميتينجز بتاعتي في مخزن مهجور بتاع تاجر مخدرات قد الدنيا، وعندي عصابه كسر بسم الله ما شاء الله، مش اي حاجه خفيفه. طب والنبي بلاش تريقه، يعني لو الموضوع مش عاجبك خلاص اخلع من اولها. لا بتريق ولا حاجه، انا بقول لك بس ما عنديش اوبشن تاني. طب ممكن اطلب منك طلب صغنن قد كده؟ قد كده يعني. اتفضلي يا فندم. بلاش انعاره، ما تنفش ريشك قوي. ما تحسسنيش انك انت بتمن علينا وهتعمل معانا العمليه دي كده يعني. حاضر يا سكر هانم، ممكن انت بس تتاكدي ان انت مسيطره على التيم بتاعك؟ لا انا دايما مسيطره. اتفضل. اتفضلي. اتفضل. هستأذنك يا باشا كده، أنا طالب منك خدمة وعشمان فيك بعد ربنا إنك تخلصها لي. هبعت لك دلوقتي على الواتساب اسم حد يخصني، وهبعت لك كمان رقم الحساب بتاعه. أنا عايز أعرف الأسبوع اللي فات تمت أي تعاملات بنكية ولا لأ، زائد إنك توقفهولي الفترة اللي جاية، لأن الظاهر كده إن في عملية نصب تمت. آه يا باشا. لا يا باشا في أسرع وقت، عايزين نلحق الموضوع. ماشي يا باشا، حالا هيكون عندك على الواتساب. واحنا تعبيرك معانا دايما كده يا باشا. ماشي، شكرا ليك. مليونير 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 بكره هبقى مليونير 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 بكره هبقى مليونير. عارف يا سباعي يا سباعبع، لو العملية المرة دي ما نجحتش هقطعك بسناني دول، هقطعك فتفوتة فتفوتة. عارف الفتفوتة؟ عارف؟ هقطعها. انت احنا قايلة كده ليه يا سكر؟ انا عايزك يا سباعي تعتبر سكر بنتك، وانا اللي هيتم بنتك لو ما خلصتوش النهارده من العمليه يا سباعي. انزل يا سباعي. حاضر. يلا يا سباعي. يلا يا سباعي. يلا يا سباعي. انزل. انتوا متوترين ليه يا جماعه؟ عايزك تتنشن بقى المره دي يا سباعي. متوترين كده ليه يا جماعه؟ عيب عليك. لا تعليق. يلا ما تقلقوش ان شاء الله فوق العظمه. انا حاسس ان هيجي الحاج بارك التاج. مش قادره، مش قادره عليه الراجل ده، حفرشني. مساء الخير. مساء النور. الشنطة لو سمحت. اتفضل.
ثانية واحدة. شكرا. لو سمحت عايز اقابل مدير البنك. عند العلاقات العامة هناك. شكرا. اتفضل. ثانية واحدة. اتفضل خد رقم. مساء الخير. مساء النور. أنا عز الدين شكري محامي، عايز اقابل مدير البنك. حالا يا فندم، دقيقة واحدة وأبلغه. شكرا. روح أنت كملي شغلك وأنا باجي. ممكن لو سمحتي أشوف الشنطة؟ He wants to check the bag. تمام، ممكن ترفع إيدك؟ اتفضل يا فندم، خدي رقم من هنا. ممكن لو سمحت ترفع إيدك؟ فين مدير الفرع فين؟ الأستاذ إيهاب غزال؟ آه، اتفضل حضرتك معايا. اتفضل حضرتك. اتفضلوا. إيهاب غزال. أهلا يا حبيبي. بقاء لله. حياتك معايا. اتفضل يا استاذ. المدام أنا. يكفي ماشي. بولندية ما بتتكلمش عربي. وشانش كوانية. زانكو يا استاذ. وشانش. اتفضل يا فندم. اتفضل. أيوة يا محمد. الأوراق الخاصة بالمرحوم غزال بيه عايزة دلوقتي. بسرعة. لحظة واحدة أوراقكم جاهزة. أهلا وسهلا، مالك يا صلاح؟ ازيك يا باشا؟ إبراهيم ابن عم، اقعد يا إبراهيم. أهلا بيك. أنا في نصيبة يا مراد. خير قول لي. حضراتكم بتشربوا أي حاجة؟ مفيش داعي. نجيب ليمون للمدام؟ ميرسي جدا. شكرا. بص يا سيدي، أنا ليا واحد ابن عم أبويا اسمه غزال السيد طعيمة. تمام. مات إمبارح. دفناه من ساعتين ثلاثة. لا لا لا. رحت مكتب صحة شبين القومة طلع شهادة الوفاة، قالوا لي طالع له شهادة وفاة من خمس أيام واللي مطلعها ابنه. والمرحوم ولا كان عنده عير ولا كين. أيوة محمد. بسرعة شوية. جومانجي. أنا سنيني بتقع ومناخيري تقريباً واحد. خلصنا بسرعة. جومانجي اوكي. جومانجي. المشكلة يا مراد ان النيابة هتؤمر بتشريح الجثة عشان تحدد تاريخ الوفاة، واحنا هنطعن على تاريخ الوفاة القديم ده. دي فيها اسبوعين ثلاثة. يكون الجدع اللي طلع الشهادة المزورة دي لها في الجمل بمحمل. يا خراب بيتك يا ابراهيم. يعني حقنا اللي ربنا كتبه لنا ياخده ويطير؟ اما بلاش خاوته، انت هتندب لي زي النسوان. خلينا نعرف نتكلم. اهدى يا صلاح، اهدى بعد اذنك. هو الموضوع هيطول اكتر من كده ولا اخبارنا ايه؟ لا ان شاء الله، يعني ساعه زمن بكتير ويكون كله جاهز. يا ريت، عشان عندنا وقت طياره وعندنا لسه يعني. ايوه محمد، بتعمل ايه كل ده؟ العميل مستعجل. والله مش الورق جاهز. يلا راجل عايز يمشي. يلا. انت عندك خلفيه املاك المرحوم دي قد ايه؟ لا معرفش يا مراد، بس هو كان راجل مليان. طيب تعرف تجيب لي اي اوراق خاصه بيه؟ يعني جوابات بنوك، عقود ملكيه، ارقام حساباته. ارقام حسابات؟ ايوه يا حسام، عايزك تقلب لي الفيلا دي تجيب لي عليها وطيها. اي جوابات مبعوثه من البنوك لعمك تصورها وتبعتها لي على الواتساب. انجز، مستنيك. هو فاضل كتير حضرتك؟ لا ان شاء الله مش كتير، بس حضرتك عارف المبلغ كبير وعلى بال ما يجهزوه يعني نص ساعه بكتير ان شاء الله. تمام. ايوه. طيب بعد اذنكم ثانيه واحده. اتفضل يا فندم.
هو خرج ليه؟ بتلعب في مناخيرك؟ بتلعب في مناخيرك؟ انت عايز تموتني؟ وانت ايه جومانجي اللي انت بتقوليها دي؟ جومانجي؟ وانا عايز اقول لك ان وشي كله حاسس ان هو ترتيب. كل حاجة فيا بتقع. مش معلش معلش انا جومانجي. سكوا نفسكوا يا جماعة خلاص قربنا هانت. مش قد. هانت. ولو قلتي جومانجي تاني جومانجي ده فيلم. انا مش فاكرة الجملة. ايوه يا حسام وصلت الحاجه؟ اتنين سبعه تلاته صفر 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 اتنين تلاته ان كابتن ولا سمول يا حسام الان كابتن بي فور بول ولا بي فور بنسل؟ بينس سلام انت يا حسام. اتفضل يا باشا. باشا صلاح انا عايزك تروح دلوقتي انت وابراهيم وانا لاقي حبايبي في البنك المركزي هكلمهم يوقفوا اي تعامل على حساب المرحوم وهطمنك بالتليفون. ما ننحرمش يا مراد. حبيبي يا صلاح ربنا يبارك فيك. سلام يا صلاح. انا قلت ما حدش هيوقف في ظهري غير مراد الجبال يا اخويا وحبيبي. ما وثقش يا مراد. خلاص يا صلاح خلاص والله هظبطها لك. فرصة سعيدة يا باشا. أنا أسعد يا باشا. برعاية الله برعاية الله. بالتوفيق بالتوفيق إن شاء الله. هستأذنك يا باشا كده انا طالب منك خدمه وعشمان فيك بعد ربنا انك تخلصها لي. هبعت لك دلوقتي على الواتساب اسم حد يخصني وهبعت لك كمان رقم الحساب بتاعه. انا عايز اعرف الاسبوع اللي فات تمت اي تعاملات بنكيه ولا لا، زائد انك توقفه لي الفتره اللي جايه لان الظاهر كده ان في عمليه نصب تمت. يا باشا. لا يا باشا في اسرع وقت عايزين نلحق الموضوع. ماشي يا باشا حالا هيكون عندك على الواتساب واحنا تعبيرك معانا دايما كده يا باشا. ماشي شكرا ليك. مليونير 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 بكره هبقى مليونير 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 بكره هبقى مليونير. خلي بالك من فلوسك
خلي بالك من نفسك وحاولي تكني بقى كده شويه وما تتصرفيش من دماغك عشان ما تروحيش في داهيه. انتي بنت جدعه وتستاهلي كل خير. ايه نبره الوداعه دي؟ طب والله العظيم الايام دي هتوحشني. لا ما تشوفيش وحش. ليه بس؟ ما كانتش وحشه على فكره، ايامنا كلها كانت حلوه. في حاجات كده يا سكر ما ينفعش تحصل في العمر غير مره واحده بس، ما ينفعش تتكرر تاني. طب وليه ما ينفعش تتكرر؟ يعني مخك ما يوزكش على عمليه صغننه كده صغننه. ليه تق بس؟ عموما يلا نمرتي عندك، لو هفك الشق يبقى كلمني. سكر ها ابي اعملي شعرك احمر زي ما شفتك اول مره، يبقى شكله حلو عليكي. حضري عسل. اه صحيح ايدك على 300,000 جنيه بتوعي. طيب هبقى اكلمك اجيبهم لك. لا لا عايزهم دلوقتي. اديهم لك دلوقتي في الشارع كده؟ اه هنا كده في الشارع عادي. طيب غطيني. حاضر هغطيك. انسى. الو احمد. طب اهدى بس اهدى. خلاص خلاص احنا هنجيلك دلوقتي. هنيجي فين؟ في ايه؟ لازم نرجع. البت نجلاء رجعت المخزن وبتقول انه في مصيبه. طب اركبي بسرعه. يعني انت مرجعانا كلنا عشان كده؟ طب ما طبيعي لازم يكتشفوا. انتوا ايديكوا في الميه البارده. بقول لك مسكوني بهدلوني، ما كانوش عايزيني امشي. لا معلش عايزه اقول حاجه بس. البت نجلاء عندها حق. ليه حق تقلق برضو يا عمر؟ لا طبعا ملهاش حق تقلق. في ايه يا سكر؟ انا وانتي غيرنا شكلنا عشان محدش يعرف يجيبنا، كل ورقنا مظبوط، حتى سامح اللي زور لنا كل الحاجات دي كلها ما تصدرش عشان محدش يعرفه. في ايه بقى؟ تقلق من ايه؟ يا جماعه افهموني، انا لو اتقفشت مش هستحمل بهدله، انا هعترف من قبل اول قلم حتى. ما خلاص يا نجلاء قال لك ما تقلقيش. بتبصي لك ده لا تصوريني انا قاتل لك قتيل. طب بصوا يا جماعه اهم حاجه دلوقتي محدش يتصل بالتاني خالص لحد ما الامور تهدى. هو احنا هنغنيها ولا ايه؟ احنا من هنا ورايح محدش يشوف التاني اصلا. طب وانا هعمل ايه دلوقتي؟ انا ما عنديش مكان ابات فيها، اروح فين؟ خلاص باتي في اي بنسيون ولا اوتيل يا نجلاء. منين؟ انا الكام باكو اللي انا خدتهم دول يا دوب يعني هطلع نادر كان عليا في الحسين واشتري كده شويه حاجات وحلني بقى عقبال ما اروح لعم سامح البلد وابقى الاقي لي مكان اقعد فيه. نجلاء دول 4000 جنيه. خديهم مش عايزهم تاني. باتي في اي بنسون لغايه بكره. حلال عليكي. اخس عليك يا مستر عمر. في ايه يا نجلاء؟ انا بتاعت كده؟ انا باخد صداقات يعني شحاته؟ سيبها تعاني يا مستر عمر، هي بتعشق المعاناه، بتقود في ضيق التنفس. انت عايزه ايه يا بنتي دلوقتي انت؟ عايزه مكان ابيت فيه. طب باتي عنده سكر. باتي عنده سكر. ايه باتي عنده سكر؟ باتي عنده سكر. النهارده بس. يا عم انت لسه قايل ما حدش فينا يكلم التاني. ولا ينفع تبات عندي صراحة. هات سجارة يا سكر. خدي آخر واحدة أهي. أنت هتقعدي كام ليلة؟ هي ليلة واحدة. مش ترمي جوه بقى الليلة دي ومش هاخد عليكي كبات أرضية لله. ربنا يبارك لك يا أخي. وأنت هتبات فين يعني يا أستاذ فتحي؟ لا يا أختي ما بنامش في القرف ده. عايزة حاجة تانية يا نجلة؟ الحمد لله. أنا جعانة بس خلاص بقى مش مهم. جاي علينا بخسارة. شوف لها أي أكل عندك يا فتحي. دي جاي عليا بخسارة والله. حاضر حاضر عشان خاطرك بس يا فندم. شوف لك أي حاجة مع الرجالة كده تاكليها. بس ما يكونش فيه بقوليات عشان أنا قولوني تعبانة. إيه البقوليات دي؟ والله قولونا إحنا اللي خلاص تعب ونفسيتنا تعبت وخلاص. البقال اللي بقال اللي يا نجلاء. بقال اللي يا معلم. نجلاء يا حبيبتي. الكآبة دي بتجيب الفقر. فكيها عشان ربنا يفكها عليكي. تصدق وتؤمن بمين؟ لا إله إلا الله. انا قبل ما اشوفك كانت ضحكتي دي من هنا لهنا. ده منظر واحده معاها 850,000 جنيه. يا شيخه افرح وتسيبينا نفرح. تقدرش. سلامه فتحي. عايزك بقى تنضفي كده ها روقي على المكان. خلي بالك من الكلاب. ايه في كلاب بالليل ما تجيش دعوه بيها انت تنامي وما تجيش دعوه يخشوا يلعبوا وتشوفي براس شوفي تعابين كل حاجه انا عديدها وعارفها دي من رجالتي يعني. انت هتفضل قاعد كده يا استاذ فتحي مش هتروح ولا ايه؟ اقعد ليه يعني؟ قدام الخلقه دي استغفر الله العظيم يا رب ده اللي اخش ترمي.
لما كلمتك خفت تتنكي عليا بقى وما ترديش تقابليني زي ما اتفقنا قبل كده. ليه بس؟ ما انكرش في الاول كنت حاكلك بسناني، بس بعد كده خلاص سامحتك. قلب ابيض. ايه مالك يا ابني بتبص لي كده ليه؟ منبهر بشعري طبعا. انا قلت لك قبل كده الشعر الاحمر حلو عليكي. طب بس احسك، انا ماليش في جو السهوكه بتاعك ده. خليك دغري، ما تقولي عايز ايه. مفيش، عادي يا سكر، عايز اطمن عليكي. يعني كنت عايز اعرف عملتي في فلوسك، عايزه مساعده فيها، احنا شركاء برضه يا سكر. بص انا مش مضطر اقول لك، بس محتاجه افضفض، محتاجه افضفض واتكلم. وانا سامعك. ومش هلاقي حد غيرك بصراحه يسمعني. اتفضلي. بص انا اشتريت محل هنا في الزمالك. مبروك. محل كوافير. لا والله. اه. حلو قوي. وخلصت كله تقريبا، بس الحقيقه الفلوس ما كفتش عشان اجيب بقيه الاجهزه. تخيل الخمسة مليون كلهم اتبخروا خلصوا. متخيل؟ لا متخيل طبعا، متخيل. تضحك ليه يا ابني؟ انا كنت جاي استلف منك فلوس. نعم يا عمر. وطي صوتك، انت هتبدحي لي ولا ايه؟ مش هردحك، بس خلصت فلوسك في ايه؟ عملت زيك يا اختي، مالك مستغربه ليه؟ اشتريت كوافير. حاجه شبه كده. انت يا ابني مش محتاج اي حاجه. شقه في الزمالك وعندك عربيه وعندك حتى كرنيه الجزيره مجدده. بسم الله ما شاء الله، في ايه؟ انت مالك محموقه ليه؟ عشان بصراحه كنت عايز استلف منك فلوس. سكر يا سكر. لا طب صرفت الفلوس في ايه؟ بجد صرفتها في ايه؟ اتملكت الشقه اللي انا وامي قاعدين فيها، ما هي ايجار قديم زي ما قلت لك قبل كده وانت ما صدقتنيش. لو امي حصل لها حاجه بعد الشر هترمي في الشارع. طب ما دام اتملكت الشقه عايز تستلف مني الفلوس ليه؟ اكيد عشان حاجه تافهه. لا مش حاجه تافهه، عايز ادفع فاتوره الكهرباء وصيانه الاسانسير والعربيه فتحت بقها. انا لما كنت بعمل 15 20 في الشهر كنت زي الفل، ولما عملت 5 مليون اتكلوا. اول مره احس ان انا عاجز. خلاص بيع العربيه. العربيه عايز تصلح ب 50000 جنيه، وبعدين انا كل ما اتزنق تقولوا لي بيع العربيه، مالها العربيه مضايقاك قوي كده ليه؟ بصراحه العربيه وحشه قوي كهنه، ما تجيب عربيه تانية. في عربيات صيني ب 162000 جنيه حلوه جدا. سكر انا مقايح على الابيض. وانا كمان مقشفره ما عنديش فلوس اسلفها لك. انا كان كل امنيتي ان انا يبقى معايا 500000، ولما بقى معايا 5 مليون ما كفوش. عشان كده كلمتك. عشان تستلف مني فلوس. ها انت عشان تستلفي مني كمان. ايوه. طلعنا احنا الاثنين اقل من بعض. بقولك ايه؟ ما تحطي ايدك في ايدي ودماغك على دماغي ونعمل لنا عمليتين ثلاثه زي بتوع غزال دول، وبدل الخمسه يبقوا 50. تهيألي صعب قوي نصرف 50 مليون. انت بتقول ايه يا ابني؟ ايدي ايه بس ورجلي ايه؟ ده احنا عشان نعمل عمليه غزال طلع عين ابونا، ده غير القرطه اللي احنا دخلناها معانا. لا ما احنا مش هندخل القرطه وبولاء كلها معانا المره دي. المره دي انا وانت اللي هندورها. قلتي ايه؟ في ايه؟ نقرا الفاتحه. نقرا الفاتحه. لا استنى، قبل ما نقرا الفاتحه انت عايز تعمل ايه بالظبط؟ انا العبها دويتو المره دي. يعني ايه يعني؟ باصه مني على باصه منك. مش فاهمه. فاكره شغل العبط اللي انت كنت بتعمليه مع الجوهرجيه ده؟ ايوه فاكره يا سياده الظابط، وبلاش تريقه. من غير تريقه. فكرتك على فكره الظابط، وانا احتاج ماجي بس عشان تغير في شكلنا. نعم. ماجي بس. انت هتحمرق من اولها. انت مش قلت انا وانت وبس؟ الخطه دي اساسها ان انا وانت يبقى شكلنا متغير، يبقى مين هيعملها غير ماجي؟ خلاص، يبقى رضوى وحماده كمان هيشتغلوا معايا. ليه بقى ان شاء الله هيعملوا ايه؟ ما بشتغلش من غيرهم. ولا انت وماجي عايزين تستفردوا بيا وتقلبوني؟ اوكي. يبقى هياخدوا نصيبهم من نصيبك. وهي نصيبها هتاخده من عندك. اوكي. كلمي حماده ورضا وقولي لهم يقابلونا عند ماجي. الو. ايوه ماجي. ايوه رضا. صباح الخير. بقول لك ايه؟ روحي كلمي حماده وهاتيه. انا وسكر والجماعه هنجيلك كمان شويه. هنتقابل عند ماجي. اه عمليه جديده. ايوه في عمليه جديده. طب يلا. باي. باي. يلا. يلا حاسب. انا معيش فلوس. معكيش فلوس؟ لا معيش فلوس. احنا ايه ناكل؟ قوم. صباح الخير يا سكر، عامله ايه؟ الحمد لله كويس. انت بقى ايه اللي مصحيك بدري كده؟ معقول اصحى متاخر واحنا عندنا ميعاد مع بعض؟ تيجي ازاي دي؟ لو النبي جسمي اشعر. هتقفوريش قوي بقى انت كمان. ها هنتقابل النهارده ولا لا؟
بص انا عندي كم مشوار كده في السريع وبعد كده هطلع الكوفير. انت بقى هتبقى فين؟ انا هروح اوصل مامتي النادي وبعدين اطلع على السبا وبعد كده اعدي عليكي في الكوفير. تمام؟ ايوه. يعني هتجيلي امتى؟ يعني قولي من دلوقتي كده ساعة ونص. طب خلاص هستنيك. ماشي، باي شوجر. يلا باي. كلم مين؟ تيبالك قد ايه هنا يا دريه؟ شويه. اوكي. لا دي صاحبتي سكر. فاكراها اللي جات لنا هنا قبل كده؟ طبعا فاكراها. هي سكر دي تتنسي؟ بس هي سكر بقى اسمها شوجر. عادي، عندنا ميتنج هوصلك الاول النادي بعد كده اروح اقابلها. اوكي. الميتنج بيروحوا عند الكوافير يجيبوا الناس من عنده ولا ايه؟ انت راميه ودن وعايزه ترغي وانت مش عايزه تلحقي الشمس في النادي. يلا يلا هنبقى نركب. ايوه بس برضه لازم تفهمني هتعدي عليها على الخشب. بس تعمل ايه كده والنبي؟ ايه رايك؟ بعرف بصراحه. بتعرفي بس المهم الشقه هتخلص امتى كلها على بعض؟ بصي اسبوع بالظبط وهسلمها لك جاهزه. ليه يا بنتي اسبوع؟ لسه يا سكر اوض النوم بتدهن، اول ما تجهز على طول هفرشها وخلاص، يعني اسبوع بالكتير وننقل. طب ما ينفعش قبل كده يا باشمهندسه؟ هو انا بلعب يا سكر؟ ما ديكي اهو شايفه اول ما الدهانات خلصت والانتريات اللي اخترتيها جت فرشت على طول، وعلى فكره خلصت الكهرباء والحمام كمان، اسبوع بالظبط وهتستلمي. حلو. طب انت محتاجه مني فلوس قد ايه بقى عشان تخلصي البيت كله؟ كده يا ستي فاضل 20,000 باقي فلوس الأوضة، وفلوس أنا بقى نبقى نتكلم فيها بعدين. اللي نفسك فيه هتاخذيه، بس انت نسيتي بقى أهم حاجة، الصالون المذهب اللي أمك أزهار طلباه، دي حطين عيشتك على فكرة. والله العظيم حرام عليك، المذهب ده انتهى من الخمسينات، بعدين سيبيه لأمك، لما تيجي كده وتشوف الشقة هتعرف إن المودرن هو الجديد دلوقتي. يا بت إيه فهمك بس، أهم حاجة صالون الضيوف، عارفة لو هو مذهب أول لما يدخلوا كده الذهب يورق في عينيهم. طب يلا خلصي البيت، انا ورايا بلاوي متلتله. باي. خلصي البيت بقى. لا اللي انت وريتها لي دي مطبخه صغير قوي، وبعدين على منور مع التحمير والحاجه تلاقيها عملت ريحه زهامه في الشقه. كمكمه يعني. طب ما تركب شفاط. وادي يا حماده. يلا ايه اللي جابك هنا؟ ازيك يا سكر؟ وحشتيني. وانت كمان وحشتيني. انت ايه اللي جابك هنا؟ ايه ده، انت تعرفي الاستاذ يا استاذ سكر؟ ايه اللي اعرفه؟ ده حماده ده اكتر من اخويا. طيب ده الاستاذ جاي بيدور على شقه هنا. لو اتعزل قلت رجلي على رجلكم بقى تسيبوني اقعد لوحدي. ماشي، اذا كان كده بقى هروح اجيب المفتاح انا بعد. ماشي يا عسل. اتفضل. لذيذ قوي السمسار ده. انت احلى شقه من عينيا يا استاذ. عشر نفسه في اللي مالوش فيه. يخرب بيتك، كنت هتعملها لي مفاجاه. لا والله مش مفاجاه سكر، بس يعني المنطقه ما بقتش تناسبني، وقلت ملعون ابو القرش اللي ما يمتع صاحبه. دي اوريجينال على فكره. حلوه قوي النضاره، تبقى حلوه على اللبس، بس عليك احلى. اتفضليها. والله يا سكر. لا عليك احلى والله. اصلوني سكس بتمشي حريمي ورجالي. انت بقى كان هيجيب لك في اي عماره، دي ولا دي؟ هو وراني شقه هنا بس ما عجبتنيش، وهيوريني واحده هنا. خليك هنا عشان تبقى جنبي. ايوه بقى سكر، نبقى أيوة. في عماره واحده. بقول لك يا سكر، عملت لي ايه في موضوع ناديه؟ بصراحه حماده ما فضتش، انت عارف ان انا مشغوله قوي في عزالي البيت ده. يا سكر انا مكلمك بقالي شهر وانت قاعده تقولي لي استنى استنى. لحد امتى؟ انا بس مستنيه الوقت المناسب. وبعدين انت قلقان ليه؟ البيت ده دي هتروح فين يعني؟ ما انت هتكون ساكن في العماره جنبنا ان شاء الله. ان شاء الله هتفضل مزغلل عينيها كده. طب اوعى تكون يا سكر رفضت وانت خايفه تقولي لي. ترفض ده ايه؟ انت بتهزر يا ابني. يلا اشوفك على خير. يلا سلام، خلي بالك من نفسك. بقول لك ايه، خد ارضي بجنينه ولا علوي بروف؟ لا خد ارضي بجنينه يا عم النحنوح عشان العصافير. انا قلت علوي بس عشان الخصوصيه وناديه وكده. المفتاح انت عسل. سهولة. طمني عليك، عملت ايه؟ تعالى بس وريني الشقة. تعالى يلا. بس كلامك كتير، وقعدت تقول لي البطاطس والبتاع، عشان انت واقف مع الست. الزيت الزيت مهم. انا عارف. يعني بص شايفه كل اللي واقف شيء جوه. انت بتطول. ما انا ما تقولش بقى، وعايزه تنسى عليه. ما اجيب لكم 2 ليمون ولا 2 بيره ساقعه؟ ده اللي جابك هنا. طب عايز اقول لك سكر مكرر مش هيتكرر. ازيك يا زيزو؟ انا صاحبه حلواني اساسا. ما فيش كيمياء بينكم، البت دي عايزه اللقب. عاجبك كده؟ لو جايه معايا سكه. سوسو. لا يا سوسو. سوسو يا سوسو. ممكن افهم كنت بتعملي ايه مع الواد ده؟ والله 5 دقايق بس يا سكر. ولا دقيقة واحدة، ده مكان شغلك.
سكر انا بخلص كل يوم 10 11 بالليل، اعمل ايه؟ اخرج معاه امتى مثلا؟ يا حبيبتي عندك يوم الاثنين كله من الصبح لبالليل، اعملي فيه اللي انت عايزاه، بس مش مع زيزو يعني. الواد ده داخل البيت من بابه، وبعدين ما تخافيش، انا قلت له هتجيلي شمال هتجيلك يمين، هتحطني في ضلمه هديك كشاف. ويا سكر انا محتاج بس حد كده ينكشني ويلغيني، انا القعده دي غلط على هرموناتي. وبعدين ما انت بتخرجي مع العسليه بتاعك كل يوم، ولا هي ناس ليها عسل ناس ليها بصل؟ عمر انا بخرج معاه عشان الشغل. شغل؟ اه شغل. شغل؟ لما تديني شويه من الشغل ده. وانت فاكره يا بنت انا اكره لك لما الاقيكي مع حد عدل، حد عليه القيمه كده. بس انت معاكي حق بصراحه، الواد رخم. بس انت عارفه انا مشيت مع كام واحد؟ لا هو الصراحه كتير يا رضوى، سمعتك بقت زي الطين. طب وانا اعمل ايه طيب؟ ما كلهم ولاد كلب، هو رخم بس ابن قصور. وبعدين ما انا قلت لك الوحده قتلاني بقى، ما تسيبها وتعديها كده والنبي يا سكر. حبيبتي حبيبتي. طب يلا روحي شوفي شغلك. حاضر عينيا. بقول لك ايه الزباين كتير. طب الحمد لله. يلا يلا شوفي شغلك بقى. بلسم؟ غسلتي ببلسم يعني؟ بصي هعمله لك كويفي ضيق كده. ازيك يا مدام ابتسام؟ قمر خدها كله من هنا لتحت، وهاجي اعدي على شغل التاني. اعملي اكتر. لون شعرك تحفه. ايه يا روحي؟ طب اللي بيشتكينا في البوليس طالع في جربت ريسبي جديده. تعالى بس سلم على طنطا. خلاص الاسبوع وبعدين عندي ميتنج. طب بس تعالى سلم على صاحبتي. ايه اوكي؟ الحمد لله. الو ازيك يا عموري؟ ازيك يا عموري؟ كبرتي يا رامي؟ ايه يا حبيبي؟ انت كمان عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ اهلا ازيك سمر؟ عامله ايه؟ رجعت امتى من ايطاليا؟ بقالي شهرين. اه والله خلصت دبلومه خلاص؟ الحمد لله خلاص تمام. نايس برافو عليك. انت ايه اخبارك؟ بقالنا مده ما شفناكش. انا كويس شغل بقى وكده يا طنط. كله حلو؟ اه الحمد لله. وانت اختفيت ليه؟ ايه اتجوزت؟ لا لسه بدري يا طنط. لا لازم تتجوز. عندنا عرايس حلوين اهو مالكش حجه بقى. يعني انا مش عايز اضايقها بس هتغير بقى وتتضايق وكده. لا 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 سيبها لي انا، سيب لي مامي انا. مالك انت؟ دريه. انت كويسه يا حبيبي؟ دريه تهبط على فكره. مالك؟ شربها حبه ميه. دريه انت كويسه؟ ماما دوريه محمد اشربي ميه. خلي بسرعه اشربي ميه. ماما اشربي ميه. طب مالك بس حبيبتي ايه اللي حصل؟ اشربي حتى ميه. يا جماعه في دكتور هنا. نرفع لها رجلها. دكتور تمام ارجوك بس يا فايده عشان تعرف تتنفس لو سمحت. رجلها بس كده حبيبتي قلبي شكلها هبط خالص. اتفرد جدا. لا الاوضاع عيب جدا، لازم تروح مستشفى حالا. خليكوا معايا. يلا لكوا على مالكم. انا مالكوا بالراحه بس. دريه يا حبيبتي. راح راح. بسم الله ربنا يستر. تعالي يلا يا على فكرة أنا كلمتك كذا مرة وأنت ما بتردش. يا ريت تكلمني. ما تقلقش الموضوع بسيط، يعني كلها 3 4 ساعات بكتير وتروحوا سوا. أكيد يا دكتور، يعني ما نعملهاش ام ار اي أو سي تي سكان أو أي حاجة. لا 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 هي زي الفل، هي بس سكرها واطي شوية. هي بس هي ما عندهاش سكر. ممكن يكون من قلة الأكل. لما تفوق وتاكل هعمل لها تحليل فاطر وإن شاء الله تبقى كويسة. يا رب. قولي هي بتشتكي من اي حاجه؟ يعني ضغط قلب؟ هي ما بتشتكيش من اي حاجه غيري، وبتعمل تشيك اب كل 3 اشهر ودايما نتيجته زي الفل. حتى الادويه ما بتاخدش غير ادويه الدايت بس. طيب انا ممكن اشوف الدواء اللي هي بتاخده ده للدايت؟ اه الادويه بتاعتها في شنطتها في العربيه، روح اجيبها على طول. طيب اتفضل. أنا غلطانة من الأول إن أنا صدقت واحد زيك. أنت في الآخر واد نصاب وكداب. الحق عليا. سلام. يا علاء علاء
بقول لك ايه، عايزه اعمل شعري اللون ده. تمام ماشي. لا ده هيبوظ لي. افتحي بقك كلي هنا. اتفضلي اتفضلي. الكيتويل. تسلم ايدك، هو كده احلى. انا كده كده اللون الاحمر ده ما كانش عاجبني من الاول. ميرسي. ميرسي لك. على فكره انا مش هكلمك تاني. الشعر الاحمر اللي كان عاجبك خلاص غيرته، بقت بلوند. استاذن حضرتك ناخد عيني الدم؟ اتفضلي يا فندم. مش عايزه حاجه؟ ايوه عايزه شنطه الميك اب بتاعتي. مش مصدق نفسي. تعالي يا حبيبتي. شوف مدام اللي جايه دي عليها. اتفضلي اتفضلي. لا والنبي بتكلمني لما افتكرت. سكر بتكلمني بعد ما افتكرت ان في واحده بقالها ساعتين قاعده مستنياك. بقول لك ايه، احنا كان في بينا شغل وخلاص خلص، فيا ريت ما تطلبنيش تاني. خالتي وخالتك وتفرقوا خالات. سكر انا في المستشفى عشان امي تعبانه واضطريت اجي على طول علينا. انت عارفاني اكتر من كده. انت بتتكلم بجد؟ طب هو ايه اللي حصل؟ كنت بوصلها النادي قبل ما اجي لك وبعدين. طب انتوا في انهي مستشفى؟ انا ممكن اجي لك دلوقتي على طول. طب خلاص يلا انا جايه لك. الله العظيم. سلامتك يا طنط، الف الف سلام عليكي. الله يسلمك يا حبيبتي. انا فاكراكي انتي مروه زميله عمر. وريتي لي الفنجان. انا اسمي سكر. وحضرتك يمكن كنتي سكر غلط. ماما فاكره حتى لما جت لنا من فتره وقريت لك الفنجان وقعدت معاكي شويه. مروه سكر. لا لا سكر. اسمي سكر. انتي بس مدروخه شويه يا دودو. هو انا مش مدروخه بس خلاص. سكر سكر. هو ده بقى الميعاد اللي انت اتاخرت عليه؟ اه مش كنت بقول لك انا عندي ميعاد مساج وبعد كده ميتنج بعدها. هي بقى كانت الميتنج. اه تخيل اتاخر عليا ساعتين. معلش وما هنش عليه حتى يكلمني في التليفون مثلا او يقول لي يعني. الست لسه في السرير وانت بتقول لها. معلش يا حبيبتي اتلخم فيا. معلش. لا سلام. وتتعود تقدري تردها له. لا لا مش عارف اردها له، اصل انا ما بحبش حركات بتاعت البنات اليومين دول كده يعني. اه والله كيوت قوي. وانت لسه بقى بتعملي الدايت اللي انت كنت بتعمليه ده، اسمه كتاكيتو حاجه كده يعني. كيتو كيتو. الكيتو ده بقى هو اللي عمل فيها كده، وكمان خد الدواء غلط من على الانترنت. انت ازاي تعملي كده؟ العيال بتاعت الانترنت دول كلهم نصابين على فكره. معلش معلش خلاص بقى مش هعمل كده تاني. طب الدكتور قال لكم ممكن تمشوا من المستشفى امتى؟ هي نتيجه التحاليل تطلع بس ونقدر نمشي على طول ان شاء الله. ان شاء الله. الحمد لله على سلامتك يا طنط، نورتي بيتك. ميرسي. البيت بيتك يا حبيبتي. اوعي يا ولد انا كويس. يلا يا كويسه. هي دي ادويه الدايت مش كده؟ خش السرير يا دريه. خش. هتعمل بيهم ايه؟ هرميهم طبعا. عاجبك اللي حصل النهارده ولا ايه؟ هو حصل ايه؟ ما انا كويسه قدامك اهو زي الفل. كويسه ايه يا ماما؟ انت مجنونه؟ انا اسف مش قصدي بس يعني انت مجنونه؟ ولد وانت بتحبي الدايت اكتر مني؟ هما الحقيقه بيسدوا النفس. الحقيقه. اه هيسدوها خالص بعد كده. ماما من هنا ورايح مفيش الادويه دي. خلاص بقى. هو سكتنا له دخل بحماره. عملت محاضرات محاضرات محاضرات. يلا اطلع بره روح اقعد مع زميلتك. هي زميلتك؟ اه زميلتي في الشغل. خدومه البنت ولطيفه قوي بس فيها تكابه. دي بس ولا يهمك انا هعلمها كل حاجه. عادي يعني بنت ناس زيها زينا عادي. شنو يا دوريه؟
تعبتك معايا يا سكر. ولا تعبتني ولا اي حاجه. ايه في ايه؟ لا ما فيش حاجه، بس بجد سبحان الله كنت قاعد زي القطه جنبها في المستشفى، صعبت عليا، حسيتك بتحس كده. امال تستقوي علينا احنا كده ليه؟ انا ما حلتيش غيرها يا سكر. امال انت فاكره انا بعمل كل اللي بعمله ده لمين؟ انت اصلك ما تعرفيش اللي حصل لنا. امي دي كانت هانم بمعنى الكلمه، كان عندها بدل الشغاله 2 وبدل العربيه 3 والدنيا كلها كانت تحت رجلها، فجاه بقى عندها عيل عنده 14 سنه مسؤوله عنه لوحدها. انا لولا الست دي ما كنتش عارف كان زماني مرمي في الشارع ولا في السجن. ربنا يخليها لك وما يحرمكش منها ابدا. طيب انا هروح لحسن انا اتاخرت. بص انا هعدي عليك بكره واجيب لك معايا ايه شويه اكل بيتي كده، ايه رموا عضمها. لا لا ما تتعبيش نفسك، ملوش لزوم. يا عم دي لازم تتغدى على فكره، الدايت اللي هي عاملاه ده مش حلو عشانها. يلا سلام. عايز حاجه؟ اه. عايز ايه؟ بحبك. سكر انت بتجري ليه؟ ما ترد عليا سكر، بلاش شغل العيال ده. هرد عليك اقول لك ايه؟ ما هو لو كل واحد حب واحده عشان جت زارت امه وهي عيانه كانت تبقى مصيبه يا حبيبي. بس انا ما بحبكيش عشان كده. انت غالبا عيان، واضح ان موضوع امك ده اثر عليك. بقول لك ايه يا عمر، بص إيه؟ اكيد امك بتنادي عليك دلوقتي، انا حاسه ان هي فوق. مش هسيبك تمشي دلوقتي غير لما تقولي لي بتحبيني ولا لا. رد عليا. مش عارفه ارد عليك اقول لك ايه. بتضحكي على ايه؟ ما هو مبروم على مبروم ما يرولش. شوف لك لعبة تانية تلعبها. أنا سكر. إف. وهلعب عليكي ليه؟ مش هتمشي غير لما ترد عليا. تحبيني ولا لأ؟ أنت عايزني أرد عليك دلوقتي حالاً؟ آه. هتسيبني أمشي لو رديت عليك؟ سكر. ما بحبكش يا عمر. يلا. من هنا لا انا همشي. يلا مع السلامه بقى. يلا لا انا همشي بس ما تزقنيش. طب يلا بس يلا ما تزقنيش. يلا اطلع اطلع. معيش مفتاح. ايه معيش مفتاح؟ احسن. اتفضل تعالي خش على المطبخ شمال كده، شمالك هنا على المطبخ. تعالى انت معاهم انا هتصرف. وانت يا بنتي ما تساعدينا في شغل البيت، انت مالك واقفه كده ما بتعمليش حاجه. يلا ياسو. يعني ايه ياسو وهسو دي؟ رايحه فين؟ اقفي ساعديها. ايه يا ماما مالك؟ مالك ومالها بس انا مش فاهمه. ما بتعملش اي حاجه في البيت، سايبانا نشتغل لوحدنا. ما انا جايباها يوم واحد بس عشان تسيرفس، يعني تقدم طلبات للضيوف عشان الخطوبه بس عشان كده. ايوه. طب اعملي لي قهوه ميكس كوفي. اوكي تعالي إيه؟ بس يا زوزو تعالي بس. مش فاضي. انا عايزاكي تقعدي وتحطي رجل على رجل. ما تعمليش حاجه، انت اموري بس. طب خلاص قول لهم يجيبوا لي قهوه. القهوه الطباخين عايزين 2000 جنيه بس كده. يا اختي خدي خدي 10,000 بحالهم. انت معاكي فلوس تاني؟ لا معايا تاني. طب امسكي ايديك يا ماما عشان ما تتزنقيش تاني. ما تقلقيش ربنا فارجها معايا على الاخر. ايه؟ عماله تبصي لي كده ليه؟ عايزه اسالك عن حاجه بس خايفه تتنرفزي. ايه بيساليني بعدين؟ بعد الخطوبه. سكر. ازيك يا حماده؟ فينك مختفي بقالك كام يوم؟ انا موجود اهو. انت اللي مشغوله. بصراحه مشغوله جدا. بص المحل واخد كل وقتي والبنت رضوى ما بتعرفش تتصرف من غيري، كل يوم في مشكله. يا ربي زهقت بقى. لا الله يعينك. عملت ليه في موضوع ندى يا سكر؟ ما انا بقول لك يا حماده انا مشغوله طول الوقت يعني، بس اوعدك ان اقرب فرصه هتكلم معاها. توعديني ايه ونيله ايه؟ انت ما اتكلمتيش معاها اصلا.
تفكراني عيال صغيره سكر هتتحكي عليها لغايه ما اتجوزيها. في ايه يا حماده؟ في ان الواد هو واهله جايين يخطبوا ناديه النهارده، وانت قاعده تسوفي وتاجلي في الموضوع. ايه هتنصبي عليا انا كمان؟ هو انت بتهاك تليفون البت ناديه؟ اه بس عيب عليك يا حماده على فكره، ما كانش ده العشم. ما تعصبيش نفسك قوي كده، من غير ما هاك تليفون ناديه الموضوع واضح زي الشمس. الطباخين والسفرجيه، بكهات الورد اللي داخله وخارجه، غير زغاريد خالتي اللي قاعده ترن في ودني. هعمل ايه يا حماده؟ بس البت بتحبه. دي ما حاولتيش حتى يا سكر. مين قالك ما حاولتش؟ طب والله العظيم حاولت، بس انا عارفه انك انت حساس، ما رضيتش اصدمك بالحقيقه. يعني البت بتحبه يا حماده، بس انا لو عليا مش هلاقي حد احسن منك على فكره. انت خايفه على مشاعري ولا نيله؟ انت خايفه لا تهفف عقلي واروح اقول لامك واختك على اللي انت بتعمليه؟ انا بقى عايزاك تتهفف عقلك. روح يا حبيبي قول لهم، البابا اهو. يلا يا بابا روح قول لهم. انت فاكر ان هم يعني ما يعرفوش؟ امال العز اللي هم عايشينه ده منين؟ بس برضه ناديه مش هتحب. بص يا حماده، انا هعتبر الحوار اللي بينا ده ما حصلش، وان انت بتكلمني في لحظه زعل وكده علشان حساس. انا عارفه ان ناديه مش هتلاقي حد احسن مني، بس هعمل ايه يا حماده؟ نصيب. على العموم مبروك يا سكر، عقبالك يا رب. عند الزباله دي، هو انت متاخره عليا ليه؟ انت لسه واقفه هنا، انا مش فاهماكي. ايه؟ ليه؟ هو انا المفروض ابقى فين؟ البت ناديه مستنياكي في البيت. اه ايوه 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 صح صح. طب يلا لمي عزالك بسرعه، يلا مفيش وقت بقى. لمي عزالك بسرعه. هروح هروح هروح، بس ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ يلا يا بت روحي بقى. يا علاء وانت سايبني ليه من الصبح؟ ها؟ يا شجر، عمال اكلمك على التليفون ما بتديش ليه؟ بس حلو قوي المكان على فكره، لذيذ. طب حلو ان هو عاجبك، بس ما ينفعش تجيلي هنا، ده محل شغلي، وبعدين ده محل كوافير حريمي. بجد؟ اه. طب في ستات ولا ولا ولا، انا مش عايزه حد يشوفك اساسا. اذا كان انا منبهه على البنات ما حدش يجي يزورهم هنا، تقوم انت نطيت لي هنا؟ انط لك؟ لا على فكره، انا ليا ارباح زي زيك في المكان ده. مين صاحب كلمة شوجر بذمتك؟ طول عمرك ناصح، يبقى هات أمك خليها تعمل شعرها عندي. أمك؟ عارفة إيه أكتر حاجة بحبها فيك يا سكر؟ قولي يا عمر. إيه يا عمر؟ قولي إيه يا عمر؟ إيه يا عمر؟ لبختك. طب عايز إيه؟ مفيش، أنا كنت جاي معدي هنا بالصدفة، قلت أجي أطمن عليك أشوفك عايزة حاجة ولا بتاع. انت عارفه ايمن صاحبي عنده شركه استيراد وتصدير، يمكن تكوني محتاجه معدات ولا بتاع سشوار هنا مكنه هنا. لو النبي معدي بالصدفه. أه؟ انت شكلك بتتلكك. اه بتلكك. طب عايز ايه؟ هات من الاخر. على فكره انا قلت لك من الاخر انا عايز ايه يوم لما جيتي لي البيت ونزلتي من الساعه 4 والحاجات دي كلها، يوم لما قلت لي اس فور سكر، وانت من يومين مش عايزه تبلي ريقي بكلمه حتى. يا شيخ حرام عليكي. ابلي ريقك بايه يا ابني؟ انا ماليش في كلام السهوكه بتاعك ده، وبعدين صحوبيه والجو ده مش بتاعي على فكره. وانت شكلك بتتسلى. طب اقول لك حاجه، عايز تتسلى هات كيس لب اقعد ازقزه كده. ما احبش اللب. طب ممكن تمشي لو سمحت؟ ولا ناكل فيشل بتعملوه بكام؟ ممكن تسيبني لو سمحت عشان اشوف شغلي؟ طب هعمل باديكير. طب بليز. او مامي عايز تعمل. طب من فضلك. بصي انا مش همشي من هنا غير لما تيجي معايا نقعد في كافيتيريا نتكلم شويه. بص انا هاجي معاك لسبب واحد بس. اللي هو تصعب عليا بصراحه، ما بحبش ازعلك،
لسه عندي حته كده ليك صغننه قد كده. قاعد جوه ومربع. لذيذ يا رامي. ميرسي. ساعتها كنت شايف ان اللي ابويا عمله ده فضيحه، فخدت جنب. حسيت ان انا مش عايز اظهر وسط اصحابي ولا اكلم حد ولا اشوف حد. المشكله في المجتمع الجميل اللي انا جاي منه ده ان لو عندك فضيحه بس معاكي فلوس انت زي الفل، بس لو عندك فضيحه ومعكيش فلوس تتاكلي. طبعا انا وامي اضطرينا نستغنى عن حاجات كتير، منها مستوى المعيشه مثلا اللي احنا كنا جايين منه، والبنت اللي انا كنت بحبها ساعتها هي واهلها اللي كانوا مصدقين يعني ان هم بتخرج مع عمر وبتشوف عمر وام عمر وابو عمر بقوا شايفين ان احنا ما بقناش قد المستوى. يا ابني الواحده اللي تسيب واحد في ظروف زي دي تبقى واحده واطيه لا مؤاخذه، من غير ما تزعل مني بقى. لا 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 عندك حق طبعا، مش واطيه عادي. دي بعديها باسبوعين اتجوزت واحد من اصحابي، مش اي صاحب، ده اكتر واحد انا وهو ما بنتقش بعض. طب والله العظيم صعبت عليا وانا عماله اقول انت مالك مكلكع كده ليه؟ بس تصدق بالله لا اله الا الله احسن حاجه حصلت ان انتوا سبتوا بعض. طبعا عشان لو كنتوا اتجوزتوا الله اعلم كان ممكن تعمل فيكي ايه. كويس جدا ان انا ما اتجوزناش، بس انا خسرت حاجات كتير. انا فضلت حابس نفسي، بقيت شايف كل الناس زي ابويا وكل البنات واطيه زيها. فضلت قاعد قدام اللابتوب قاعد انصب على ناس لحد ما قابلتك انت والعهات اللي معاكي دول. ايوه احنا كملنا لك الكومبو بقى. لا بالعكس. طب انت عارفه لما امي تعبت انا ما لقيتش حد اكلمه. حسيت ان ماليش اصحاب ولا قرايب اتسند عليهم. بس وسطكم كده حسيت ان انا عزوه، مطمن، مبسوط. دي فرحه الاهبل، عارف اللي هو اي حاجه هو ما يعرفهاش، حاجه جديده عليه كده. يعني انبهرت بالكلام طبعا والجدعنه، بس في الاخر العرق هيمد لسبع جد. لما تفوق يا حبيبي احددي لنفسك بالجزم، هتقول ايه اللي عملته في نفسي. انا الواد اللي مولود في بقي معلقه ذهب، انا ازاي لقيت نفسي مع دول؟ اديك لما اتكلمت علينا قلت علينا عهات. عهات بس بحبهم. يا ابني دي هفة عنك وهتروح لحالها. سكر هو في حد تاني؟ مفيش حد تاني ولا زفت. امال مالك قافله الباب في وشي ليه؟ مش قافله الباب في وشك ولا حاجه. انا كمان عندي مشاكل زي ما انت عندك مشاكل. وموضوع باب الحب ده خلاص قفلته. اصل ما بيجيش من وراه غير الهم. ودلوقتي ما بفكرش غير في ناديه وامي. زي ما انت كده ما بتفكرش غير في امك والعربيه بتاعتك. مفهوم؟ مفهوم اختك ومسيرها تتجوز وتسيبك. والنهارده الخطوبه بتاعتها ولقيت ولد لذيذ اهو بيحبها وبتحبه. وانت معقداها ليه؟ انت عايز تتجوزني. وليه لا؟ هتلاقي فين واحد زيي عارف عني كل حاجه. وانت عارفه عنه كل حاجه. سكر هو الحب ايه غير اتنين فاهمين بعض زينا؟ انت عايز تتجوزني عشان انا عارفه عنك كل حاجه وانت عارف عني كل حاجه؟ لا طبعا، لو كده كنت اتجوزت ماجي او نجله او البنت الضايعه اللي اسمها رضوى. سكر انا بحبك بجد. طب بطل الهبل بقى اللي انت بتقوله ده. على فكره انا دلوقتي مش مركزه في اي حاجه غير الفلوس. ماني ماني وبعدين شايله هم الواد اللي جاي يتقدم للنادي. لو عارف بقى انا بشتغل ايه واصلا ممكن يعمل ايه في البيت. فطول ما انا خايفه مش هعرف اركز في اي حاجه. طب انت عارف بقى اكتر حاجه معكنين عليا النهارده ايه؟ اللي معكن عليك انت؟ معكنن عليا. ايه يا سكر؟ الواد جاي يتقدم الساعه 7، فطبعا عايز يفرح فجايب بقى اصحابه وقرايبه. طب وايه المشكله؟ مش فاهم. المشكله ان هو مش هيلاقي حد غير انا وامي بس. حتى الواد حماده انا طول عمري كنت معتبراه زي اخويا يعني، بس زعلان مني، واخد جنبي عشان بيحب ناديه وكان عايز يتجوزها. فهمت بقى انا في ايه؟ انت عمال تقول لي حب وغرام وانتقام. بقول لك ايه؟ خلينا في شغل وبس. ها؟ مش هتاكلي طيب؟ ماليش نفس. استني اوصلك. ورايا حاجات كتير، خليك انت. سكر انا مش هبطل. انا هسيبك براحتك بس مش هبطل. طب اوعى كده بقى.
ايه ماهر، ازيك يا حبيبي؟ وحشني، ربنا يخليك. بقول لك عايز احجز النهارده ترابيزه على الساعه 11 بالليل، يعني هنكون اراوند 10. اوكي، عايز بقى ترابيزه تظبيط؟ ها حبيبي، يلا سلام يا ميرو. يو وراب، بقولك هو انت عندك حاجه النهارده بالليل؟ طب ما تجهزي كده، قعد عليك كمان شويه نخرج خروج جامده، يعني مفاجاه. ماشي، عشان العشره كده، يلا باي. أنا آسف. حاجة سكر ولا إيه؟ لا، بإن افتكرني عروسة البحر. والله حضرتك أحلى من أحلى عروسة البحر. أنت بتعاكسني ولا إيه؟ لا لا لا، ده ما ينفعش، ده مراتي قاعدة معايا الناحية التانية حضرتك. لا أنا باسم الأمير، أنا بشبه عليكي. حضرتك من سكان الزمالك؟ كان عندي بيوتي سنتر هناك. شفتي بقى أنا مش بعاكس؟ أنا من سكان الزمالك ومتربي هناك، وأنا كنت ساكن في الزمالك، يعني قصدي. أنت أمك ساكنة في الزمالك؟ أمي ساكنة في الزمالك، أنا متربي في الزمالك أصلا، يعني وأمي هناك طول عمرنا هناك. أكيد بتعمل شعرها عندي. لا هي أصلها مرجبة. ربنا يثبتها. شكرا. العفو. طب أنا شرفني إن أنا أتعرف بحضرتك. أنا يعني أنا بزنس مان، وعندي يعني انفستمنتس وبيوتي سنترز، أحب لو يكون في بينا بزنس، ولا يعني بعمل انفستمنتس كتيرة. I'm sugar. Oh, how sweet. Very. Good to see you. وانت كمان. باي باي يا حبيبي. ده مين الهاني ده؟ شكرا. ايه في ايه؟ كان بيقول لك ايه اللزق ده؟ هو خبط فيا، انت مش فاهم حاجه يا ابني. ايه يلا في ايه؟ بتجرني كده ليه؟ مش فاهم. يلا باسم الامير كان عايز منك ايه؟ هو انت تعرف الواد ده؟ ردي على السؤال يا سكر. ما كانش عايز حاجه، هو كان ماشي وبعد كده خبط في كتفي، اعتذر طبعا واداني الكارت بتاعه، وانا كمان اديته الكارت بتاعي، فشاف ان انا سيدة اعمال وقال ان هو ممكن يشتغل معايا. سيدة اعمال فعلا؟ سيدة اعمال طبعا. وتدي له كارتك وياخد كارتك ليه؟ بتجمعي البوم؟ هو رجل اعمال، انا كمان سيدة اعمال على فكرة. سكر انت مش فاهمة حاجة. بصراحة لا مش فاهمة. باسم الامير ده اكتر واحد انا بكرهه في حياتي، هو ده اللي اتجوز شيرين، اوكي؟ البت الواطية دي اللي انت كنت مصاحبها زمان. هو ده الواطي اللي اتجوز الواطية، وده مش موضوعنا على فكرة، وهو مش جاي لي يتكلم في بيزنس ويديكي كارت وتاخدي، لا على فكرة، ولا قصده، هو قصده يخبط فيكي، هو أول ما شافني بقوم رايح الحمام جاي لي يلزق لك. طب خلاص هدي نفسك، أنت إيه اللي مضايقك في الموضوع؟ وأنت بتغير عليا ولا إيه؟ بتغير عليا ولا إيه؟ لا لا بتغير عليا صح؟ لا بتغير عليا. بس يا شكرا، بتغير عليا. امتى الحب طال؟ الخروجه الحلوه دي. على ايه؟ مبروك. الله يبارك فيك. مش جاي معايا؟ مش هتاخر خمس دقايق بس. ماشي مستنياكي. باي باي. ممكن اتكلم معاك كلمتين ولا مش رايق لي؟ حسب.
كنت عايزه اكلمك في موضوع هو ممكن يضايقك شويه، بس حابه صغننه قد كده قد كده. ايه يا سكر؟ اوعى تفهمني غلط، هو باسم الامير ده مريش قوي تعرف. مادام خدت نفس عميق كده يبقى احنا بنتكلم في مليارات، صح؟ صح ولا لا؟ طب ممكن تديني نبذه عن حياته؟ انا اعرف الواد ده من 20 سنه، ابوه حرامي من اكتر الناس اللي اتشهرت في التسعينات بالفساد وتهريب جمارك واتسجن اكتر من مره، راجل بشع. باسم بقى اوسخ منه. طب ده كومبو يهبل بصراحه، ازاي نفوت فرصه زي دي؟ دي فرصه ما تتفوتش على فكره. انسي. انسى ليه بس؟ انسى ليه يا عم؟ احنا عندنا فرصه نعيش ملوك، طول عمرنا نصرف في فلوس ما بتخلصش، وبعدين انت تعرف عنه حاجات كتير اكيد يعني، ما دام معاشره من زمان وكل اصحابه اصحابك. ده من رابع المستحيلات. ليه يا ابني؟ اولا اللي زي باسم الامير دول يبقوا متحامين في بعض، لما تيجي تحاربيه ما تحاربيهوش هو لوحده، تحاربيهم كلهم، دي ناس مؤذيه وتودي في داهيه. ثانيا دي مش عمليه زي عمليه الاجانس ولا الحضانه ولا شقه المعادي، دي غابه احنا هنتاكل فيها. ثالثا انت ناسي ان هو عارف شكلي وشكلك وشكل العصابه الكيوت اللي كانت خارجه معانا؟ يا ابني ده موضوع بسيط جدا، البت ماجي ممكن تحله كده. ماسكين ثلاثه. اه بالظبط، ماسكين ثلاثه يتعملوا وخلاص، محدش هيعرفنا، ولو هو ورانا ناس تقيله احنا ورانا بقى ناس اتقل. مين بقى ان شاء الله؟ المذر هاكر ولا سبابة؟ هو انت مستقل بيهم كده ليه؟ خلاص كلام؟ لا ما خلصتش كلامي، انا لسه بفكر في الموضوع. اوكي فكري فيه لوحدك بقى، ممكن تنزلي؟ خلاص هنزل، مش لازم تطردني يعني. ثانية واحدة، ايه مفيش جود نايت، تصبح على خير. ما انت اللي بتقولي ممكن تنزلي يعني، احرجتني على فكرة. لا جود نايت. نو تاتش، انا كنت فاكراك هتقولي حاجة في ودني. حازبي حازبي لا معايا وش سكر. معلش لما جبناش هدايا التورته كانت غاليه قوي. ممكن تعملي ايه دلوقتي؟ ميك وش. عملتها خلاص. ميك وش. انا عارفه انا عايزه ايه. يلا بالعكس بس ميك وش. اتمني امنيه يعني. طب افتحها معايا بقى. واحد اتنين تلاته. هوبا التورته. انا نجلاء اللي بقلب عليك المواجع، ما بتحبيش المناسبات السعيده. لا والله ده انا بنبسط قوي، طول عمري نفسي حد يحط لي صورتي كده على تورته واكلها بقى. انت فارق معاك حاجه؟ انت بتاكل يا سكر. سكر بمناسبه عيد ميلادك عملتي المجوهرات اللي خدتيها؟ لا هي عندي ما تقلقوش، انا هتصرف فيها وهوزع الفلوس عليكم كلكم. ايوه ما تنسيش. حد يخاف ولا ايه؟ يزيدوا معاك يا سكر. لا ان شاء الله هيزيدوا. انت بتقول فيها سبعه بالظبط كده. ما تاخرش علينا بس وانك. لا مش هتاخر. الله يبارك. بس ايه الجمال والحلاوه دي؟ اه شفتي؟ انت بتاكل من هنا يا عم؟ انت مالك انت؟ طول عمرها سكر تحب الحاجات الهاديه. حلوه يا سلام. دخلني يا كابتن فتحي.
ايه يا مكرم؟ ايه ده؟ اثبت. هنروح مشوار كده وراجعين على طول. رايحين فين يا سلام؟ يلا بينا يا ابني، يلا سريعه، يلا يا ابني مشوار سريع وراجعين. انا ورانا يا جدعان، اعمل لكم فيها شجره. لا انا طول عمري بركب في الشتا يا جماعه، بس مش كده. هو المكان ده فاضي كده ليه؟ ليه معين ناس في واحد اتنين تلات كل طلبة دي موجودة؟ انت مش فاهم. هاي ازيك عامل ايه؟ براحتك. الحيوان ده ما صدق شافك واقفه جنبي، خلاص دلوقتي عايز يلعب عليكي؟ هو انا طول يا ابني واحد زي باسم بفلوسه دي كلها هيبص لي؟ انت جبله ايه؟ هو عمل ايه يعني؟ طلبني للجواز ده؟ حي الله، بعت لي مسج من حرفين، هاي هاي. ما هي بتبتدي كده اصلها، الاول هاي بعد كده هارتس بعد كده هديه بعد كده خاتم. يا ابني وانت شايفني عبيطه مثلا هبله عيله برياله؟ انا عارفه كويس قوي الواد باسم ده عايز ايه بقى، علشان كده بقول لك نتغدى بيه قبل ما يتعشى بينا. يتغدى بيه ايه ويتعشى بينا ايه؟ انت ممكن اقول لك حاجه، هو انت فكرك مثلا انا ما حاولتش العب على واحد زي باسم ده من سنين؟ اكيد فكرت، بس باسم ده وسخ ومؤذي. انا عارفه كويس قوي ان هو وسخ ومؤذي، واكيد طبعا حاولت تشتغل عليه كذا مره. انت هتقول لي انت مش هتفوت فرصه زي دي، بس ساعتها يا حبيبي كنت لوحدك، دلوقتي خلاص احنا مع بعضين. لا ما انا مش قرطاس لب برضو، وانا موت في اللب، خصوصا لو كان اسمر بقى كده وطعمه حلو. انا مش الزباله اللي انت كنت مصاحبها، استغفر الله العظيم. انا سكر سكر. ما انا عارف انك سكر سكر، وعارف ان انت مش الزباله اللي انا كنت مصاحبها، عشان كده انا خايف اكتر. الكلب ده لما خطف مني شيرين زمان انا ما قدرتش اعمل له حاجه، وكل السنين اللي فاتت دي كنت شايف ان هي نادله وسابتني، بس انا اكتشفت ان انا اللي كنت جبان وسبته يعمل اللي هو عايزه، بس مش المره دي. يا ابني باسم بتاعك ده ما يدخلش في ذمتي بتعريفه، هو يغور في 60 داهيه. طب ما تسيبيه يغور يا سكر، فلوسه هي اللي ما تغورش. احنا نخش عليه نقشطه وبعد كده نخلع. وانا مش موافق يا سكر. يعني انت مستعد تضحي بالفلوس دي كلها عشان خاطري؟ في لحظه. انت بتتكلم بجد؟ انت ايه رايك؟ هو انت بتحبني؟ سكر انا مستعد اطلع دلوقتي حالا على امك واطلبك رسمي لو انت موافقه. هو انت حبيتني امتى اصلا؟ لا معلش عايز اعرف سؤال. طب بلاش امتى دي، طب حبيتني ليه؟ انا نفسي مش عارف. طب خلي ايدك محطوطه بس. حاضر. بتوحشيني. وانت كمان بتوحشني. حتى وانت قاعده معايا دلوقتي عارف ان انت هتروحي وهتوحشيني، بخاف عليكي، مش عايزه ابعد عنك. يبقى اسمه ايه؟ انا هعيط بجد، هعيط. ليه؟ مش عارفه، بس انا من زمان قوي ما عيطتش. اخر مره عيطت من ايام ابويا الله يرحمه، حتى الواد حماده لما كان بيجي يعيط لي عشان بيحب ناديه كنت كبير. لا بس اصل بص انا خارجه من علاقه كده، كنت ماشيه مع واحد هو معفن يعني ساكن في صفة اللبن، بس اكتشفت ان هو كان ماشي مع واحده قد امه يعني. ما
مش وقته مش وقته. شكرا شكرا. سكر، انا كنت عامل زيك، كنت قافل على نفسي ومش شايف غير الحاجات السودة اللي في حياتي لغايه لما اتقابلنا. اي نعم كنا هنموت بعض في الاول، بس بعد كده هتينا اهو، هتيجي نبدا من هنا. طب لو الفلوس خلصت يعني هنعمل ايه؟ ما تخلص، ولو زهقنا وخلصت نعمل عمليتين تلاتة زي ما بنعمل ولادينا بنتسلى. طب ما ده اللي انا بقولك عليه يا ابني، ليه نعمل عمليتين تلاتة؟ هي عملية واحدة نقش فيها وخلاص. سكر عايز اسألك سؤال. قول. لو في احتمال 50% ان انت تخسريني عشان العملية دي تعمليها؟ ايه اللي هيخليني اخسرك يعني؟ ردي على السؤال. مش هخسرك. أنا مش عايز أتكلم في الموضوع ده تاني، اتفضلي كلي. سلام طيبة. اليمين في الشمال. سلام طيبة. وحشتيني يا شجر. بقول لك وحشتيني. ايه؟ مفيش رد ولا ايه؟ بقول لك ايه يا عمر؟ انا ماليش في الكلام الحب والسهوكه ده. طب الراحه عليا. ها؟ انت ايه؟ طب بص بقول لك ايه؟ اعتبرني ما بعتلكش المسج الاولاني. انا بصراحه ليا قوي في الكلام الحب. حلو قوي الجزمه بتاعتك، بس مش عاليه شويه عشان بحب العالي. عشان انا قصيره. بسم الله ما شاء الله، دي بتجري بيها رهوان ولا بيهمها. كويس بنت يا سكر. ايوه يا ماما. ده حلو قوي. فاكره لاتورين اللي في المنصوره، الحته اللي ساكنين فيها الناس الهاي والبهوات؟ ايوه فاكراها اهو بالظبط كده. والشجر ده بلاش فضايح على مهلك كده، ما تنبهرش قوي. حلو قوي قوي. لذيذه. اوكي اتفضلوا اتفضلوا الترابيزه دي اتفضلوا. هي عندها ده المسيح بيعملوا ده خطيره. عشان خطيره عشان ايه؟ اوكي انا عمر. ايه؟ اتفضلي. مش دي البنت كانت معايا اخر مره؟ ايه؟ دي مامتي. طب ايه مش هنقوم نسلم ولا ايه؟ مين دي؟ لا مش هنقوم نسلم. هاي حبيبتي. عمور ازيك يا روحي؟ عامل ايه؟ حط الشمس يا ماما. لا عندنا نضاره، مفيش شمس هنا. تشربوا ايه يا جماعه؟ لا نشرب ايه؟ احنا هناكل على طول، انا جعان جدا. سكالوب بانيه؟ بيعملوا حته دين سكالوب بانيه هنا يا ازهار بقى. انت هتاكل منه؟ بموت فيه. اكل معاك. سكر. هاكل زيك. وانا مش هتسالني؟ ما انا جاي لك اهو في كلام يا ماما. تاكلي معانا؟ ميرسي، انا اتغديت في البيت عشان اخد الدواء. الف هنا وشفا يا حبيبي. لو سمحت. الله يسلمك. لا يا شيخ. ثلاثة سكالوب بانيه لو سمحت. طنط نزار تشرب ايه؟ كركديه. كركديه؟ كركديه؟ واحد كركديه لو سمحت. سكر تشرب ايه؟ ليمون بس. واحد ليمون وانا اخد. وانا مش هتسألني؟ انت مش خدت الدواء؟ هتشرب ايه يا ماما؟ اورنج جوس. واحد اورنج جوس وانا اخد ليمون من النعناع لو سمحت. ايه ما بتشرب خمره؟ لا ما بتشرب. امال ايه اللي قالته لي؟
عصير برتقال اورنج جوس. مفيش هنا خمره في النادي ممنوع والله. الحمد لله. زمان ما كانش ممنوع على فكره. هي امك مقيره كده ليه؟ عماله تكلمنا من تحت الدرس، حاسه ان هي هتعضنا. انت لسه شايفه حاجه؟ انت عارفه ان انا بحب اللون الفستقي ده قوي 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 قوي، والنبي ذوق وشيك وحلوه. متشكره قوي، اتفضلي. والنبي قمره قمره زهريه. دريه، والله العظيم اسمي دريه. دريه زهريه حلوه برضه. حلوه منك. قولي لي بقى، كنت عيانه عندك ايه؟ عندي الضغط، ضغطي عالي. كلنا ضغطنا عالي. بس السكر استجدعت جدا بقى طنط دي، يعني ما سابتناش. اصل عمر يرفع ضغط البلد. لا لا لا، ازاي تقولي كده؟ ده عسل والله. ازاي بقى؟ قولوا لها ابنك ده نسمة، والنبي ده بلسم. ودي عمر يا قمر. ميرسي ميرسي. طب ده جميل يا اختي، ربنا يخليهولك يا رب وتفرحي بيه يا رب. كنت كلتي معانا لقمه كده عشان يبقى عيش وملح. معلش المره اللي جايه، المره اللي جايه. شنطتك حلوه قوي كمان. انا متشكره، كلك ذوق. وانت كلك على بعضك كده، حلوه وجميله وشيك. ميرسي قوي. فرجيها لي كده الشنطه. وريني الشنطه. ما تخافيش، الشله كلها هنا. ومعهم ست زفته. استك شفتي؟ انا كنت شاكه انها استك. مش شبابي شويه؟ معلش. طب بقول لكم، لما تيجوا ناخد سيلفي كده ذكرى حلوه يعني. طبعا يلا يلا كلنا. والله اسمي دريه، مدام دريه. خش يا زهريه معانا. يلا. حاضر يا لطيف. انا طلعت يا ولا. طبعا. عجبت الاكله طنط؟ جميل يا ابني، بس انا بقى بعمل لحمه مشوحه بس بتبقى عسل. طب احلى من منين بقى الكلام ده؟ صح عندك حق، لا لازم تيجي تاكل. هات ماما معاك، عزمكوا على اكله. جازيني الحلوه يا ماما. انا عايزه شيلي. يا ريت عشان نروح بقى. جاهزه؟ انا بموت في السكر طبعا. طنط زهر، انا طالب ايد سكر منك. افندم انت بتفاجئني. مش لوحدك. مش لوحدك طنط، انا كسكر اتفاجئتني. طب استنى لما نسال على ايه؟ ما احنا عرفنا كل حاجه خلاص. عرفتي اونكل كان شغال فين؟ كانوا عايشين فين؟ كل حاجه خلاص عرفتيها. لا 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 لا، امك عندها حق. الاصول اصول. تعالي اسالي. تسأليش ليه؟ وقبل ما تيجي قولي لي عشان اوجهك تروحي تسالي مين وفين. افندم. واحنا كمان هنسال في حاجة دي؟ أظن مفيش حاجة تزعل في اللي أنا بقوله. بقول لكم إيه؟ ولا نسأل ولا أصول ولا بتاع. أنا بحب سكر. موافقة ولا لأ؟ الحق يا معلم، دي الولام ومرنيطة بالزغرة. نقرا الفتحة؟ يلا. لا لا مركز شويه زياده هناك في ايه؟ لا ما هو مش انا الوحيد اللي مركز هناك. مبروك يا عروسه، مبروك يا ام عريس. لا مبروك يا عريس، مبروك يا عروسه، مبروك يا عريس. يا عم روح شوف ايه وتعالى قول لنا. هتقوم بقى؟ يعني انا لو عليا عايز اقوم من بدري، انا بس حامل على زعم ماسي. ونرقص خلاص ونهيص ونزيط. واول ما افتكرت، ما انا قلت اسيبكم براحتكم، انما لما سمعت بقى زغاريت قلت لازم اجي بارد. تعالى بارك للعروسه. عروستك وحماتها. بجد والله؟ يا اخويا عروسته ايه؟ لا ما تنساش كده ليه؟ من زمان بننزلنا عليه ومحدش عارف يقنعه بصراحه. اديني اقنعته. برافو، مبروك. تعالى هنا، تعالى. مبروك حبيبي. هاي سوزي. هاي. طيب لو عاوزت نصايح كلمني بقى. مش هاخدها منك انت يعني. ماشي. يلا على ترابيزتك. يلا. مبروك يا طنط. ميرسي. يا ابني جيب لها طاسة الخضة لأمك. ايه ده؟ بص عاملة ازاي؟ عمر هديها يا حبيبي. واحدة واحدة. هي عندها ضغط. واحدة واحدة عليها يا سوزي. واحدة واحدة. طب ايه يا عمر ده؟ في ايه يا امه؟
في ايه يا حبيبتي؟ مالك؟ ممكن افهم بقى ايه اللي انت عملته ده؟ عملت ايه يعني؟ طلعتك من امي. يعني كان المفروض تمهد لي. انا لقيت الجو لذيذ النهارده ومعانا طنط ازهار واحنا فريش، ليه لا؟ ماشي يا لذيذ. بس اكيد خدت بالك بقى امك كانت عامله ازاي واصحابك لما امي قامت فقعه الزغروطه. بقول لك انا مش فارق معايا كل دول. المهم انت موافقه ولا لا؟ موافقه. يعني انت دلوقتي خطيبي رسمي. خطيبك بالطه مش بتشه. طب هات ايدك. هات ايدك. امشي بالراحه واتمخطر. عشان اتمخطر. ايوه بالته. او بالطه. ريقي اللي جابوني. اتفضلي. هاي. بتبص على ايه؟ لا انا عايز اعرف بتبص على ايه؟ يلا. دي بعد ما قطعتيني الساعه واقفه تسلمي عليه؟ جفش يعني اعمل ايه؟ اتفضلي. يلا يا بس. الفها لك في سلوفانه؟ لا ما تلفيهاليش في سلوفانه عادي يعني. بص ايه انت بتغيري ولا ايه؟ اه بغير ان كان عاجبك. I love you sugar. I love you too. بس عارف لو بصيت عليها ولا سلمت عليها تاني هروح فيك في 60 داهيه. هو المفروض يعني ما تسلمش على بنات تاني خلاص؟ لا. طب يلا عشان ما نفسخش الخطوبه دي. يلا خش. سكر الودوك يا سكر. سكر زي السكر. الو بقول لك ايه؟ انت لازم تجيلي دلوقتي حالا. ليه في حاجه؟ يا سكر ما تنجزي الموضوع ما ينفعش تاجل. هو ايه جو السسبنس اللي انت عامله ده؟ ما تقول يا ستي ولا تشويق ولا سسبنس. الكلام مش هينفع في التليفون. خلاص يا ابني هجيلك. سلام. مش فاهمه يعني في ايه يا حماده جايبني على ملا وشي ليه؟ خش تعالى تعالى. سكر انت على طول طلقك حامي كده. اشربي ايه الاول؟ مش عايزه اتزفت. تعالى سكر. في ايه يا بنتي؟ اصطبري اقعدي بس اقعدي. اتفضل. طبعا انت عارفه ان انا براقب باسم بقالي شويه. عارفه. المهم هو خرج من الفيلا بتاعته النهارده وراح على العماره كده نزل له منها مزه استغفر الله العظيم يا رب. ما كنتش عارفه اراقب ايه ولا ايه فيها. المهم المزه دي خدها وراحوا طالعين على فيلا. راحوا طالعين على فيلا وربنا يسهل لهم بقى زي ما انت فاهمه. انا قلت فرصه اخش على الواي فاي بتاع الفيلا دي وهاك تليفون البت او تليفون باسم. وفعلا عرفت اركب تليفون البت. المهم لقيت عليه صور ورسائل صوتيه وبلاوي ربنا ما يوريكي. قلت طب ما انا ابعتهم لشيرين في لينك عشان شيرين تفتح اللينك وابقى كده ركبت. بتتصرف من دماغك ليه يا حماده؟ هتموتني. بتتصرف من دماغك ليه؟ طب كنت كلمتني حتى. محدش فيكم رد عليا يا سكر. وبعدين قلت ما انا عشان اعرف اركب تليفون شيرين. المهم قول اللي كنت عامل حسابه حصل. شيرين ساعه ما شافت الصور دي ركبها 60 عفريت وراحت طالبه محامي بتاع ابوها وقالت له يلغي توكيل كانت عاملاه لباسم. وراحت لما شنطه هدومها واستنته لغايه ما جه ومسكوا في بعض كانوا هيقطعوا بعض وقعدوا هلفطوا بقى بالكلام عن حته ارض باسم كان كاتبها لها وهي مش عايزه ترجعها لها. طب حلو ده كلام لوز. استنى بقى خلينا نكلم الواد إيه؟ عمر نكلم عمر نقول له. لا 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 ما تكلميش عمر ليه دلوقتي. ليه يا ابني؟ انت عارفه طبعا ان انت اختي الكبيره وحاجه مهمه عندي و... بدون مقدمات يا حماده اقول عايز تقول ايه؟ ما تقول يالا بقى. اصل ايه؟ شيرين وهي منهاره كده كلمت عمر واتفقوا ان هم يتقابلوا. ايوه يتقابلوا ازاي يعني؟ مش فاهمه. هسمعك حاجه. عمر عشان خاطر انا عارفه انت شايفني ازاي. عارفه قد ايه انت شايفني الست الزباله الانانيه اللي بقيتك وراحت لاكتر راجل انت بتكرهه في حياتك. بس حلف لك بايه ان انا معرفتش قد ايه انا غبيه وحماره غير دلوقتي.
يعني اشمعنى دلوقتي؟ انت اكتر واحده وجعتني في حياتي بعد ابويا شيرين. عمر انا مش عارفه اقول لك ايه. انا عارفه ان انت لو بص انت لو عايز تقوم وتمشي انا مش هلومك. انا استاهل يا عمر كل اللي بيجري لي. هما لسه في الكافيه حماده؟ بيتهيألي. طب تعرف تدخل على تليفوناتهم واسمع هما بيقولوا ايه بالظبط؟ هحاول. اسرع شويه يا حماده والنبي وحدك. اسرع شويه. بس والنبي سكر يا دي ما تخليش اندم ان انا قلت لك. خلص خلص. يلا يا عم. حاضر يا سكر بيأكسس الاي بي. معلش هو باخد وقت على بال ما بيحمل. هيفتح اهو. نفسي اشوفك بالمهدي. بس اللي انا شايفه وسامعه مخليك صعبان عليا. مش انت لوحدك اللي غلطتي يا شيرين. انا كمان غلطت. غلطت لما استسلمت وسبتك تروحي مني بسهوله كده. غلطت لما سبت باسم ياخدك مني. شيرين اللي زيك استحالة تبليسي. ولا انت يا عمر. والله العظيم انه لمدة 9 سنين ما قدرتش انساك ثانية. عمر انا قلت لك النهارده عشان افضفض عشان ما كنتش قادر استعمل عشان خاطري تسامحني على كل اللي فات. وانا خلاص سمعتك. بجد؟ انا نسيت كل حاجة من أول ما كلمتيني على فكرة. بس انتي دلوقتي لازم تفكري هتعملي ايه. مش قادره استعمل يا عماد. والنبي يا سكر مش قادره استعمل. والنبي ما تزعلي. هو بيقول لها اصل انتي ما اديتنيش. مش عارفه استعمل يا حماده. معلش معلش انا اسف والله ان انا قلت لك. انت فاكر ان انا هسيبه كده؟ ده انا هنسيه اسم امه. هو فاكر ايه؟ هيقدر يديني على قفايا انا اللي هديله على قفايا. انا هتغدى بيه قبل ما يتعشى بيا. مش هو خرج مع الواطيه؟ انا كمان هخرج مع الواطيه وهنشوف بقى مين اللي هيكسب. سكر انا قلت لك عشان تتاكدي منه مش عشان تعملي كده والنبي. انا عارفه انا هعمل ايه. انا هكلم باسم. مش هو فضل يبعت لي في هاي هاي هاي؟ انا كمان هبعت له هاي. يا سكر ما تخليش الشيطان يتمكن منك. باسم ده زباله. انا هكلم باسم عشان تبقى فاهم. باسم 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 ما تعصبنيش يا حماده. ده الموبايل نور. ايه المفاجآت دي؟ انا قلبي الصغير لا يحتمل. مفاجأة حلوة ولا وحشة؟ حلوة موزة زيك. بس انا يعني مستغرب ايه اللي فكرت بيها دلوقتي. اصل انت بصراحة قعدت كتير تبعتلي في هاي وانا ما كنتش برد عليك لحد ما في رسالة كده انت بعتها لي. انا بصراحة كنت عايزة اعرف معناها ايه بالظبط. رسالتي ايه؟ لما انت قلت لي ان انا استاهل حد احسن من عمر انت كان قصدك بيها ايه بقى؟ ايوه ماشي. بس انا مش فاهم انت عايز تفهمي ايه يعني. ما الرسالة واضحة زي الشمس يا سكر. لا ولا حاجة. ازاي ولا واضح ان انا بكلمك في وقت غير مناسب. انا ممكن اكلمك تاني. هو يعني ده موضوع يطول شرحه يعني. انا فاضي دلوقتي فمش عارف يعني. انت تقدري تيجي تقابليني؟ اقدر اقابلك دلوقتي. وانت فين؟ انا في مكان في مصر الجديده كده بس مش عارف انت هتعرفي توصلي لي ولا ايه. ابقى ابعت لي اللوكيشن. طيب ماشي. هبعت لك لوكيشن حالا حالا. خلاص هبقى هناك كمان نص ساعة. أنا في انتظارك. باي باي باي. مش عايزة ولا كلمة يا حمادة. أنت هتيجي توصلني عشان أنا تعبانة ومش قادرة. لا سكر ما أقدرش أعمل كده. كده بقى شكلي وحش قوي. والنبي تلهي والنبي تلهي يا حمادة. هتيجي توصلني؟ لا معلش بقى. أنا أوصل بيتزا أوصل كريب إنما أوصلك لباسم لا. وأنا دش We'll be right back.
عايزك تطلعي تنامي دلوقتي وبكره كل حاجه هتبقى كويسه ان شاء الله. مفيش اللي معاكي. تعبتك معايا قوي يا عمر. مش اي كلام، انا عمر. خلاص خليها معاك. تروح ازاي؟ هتصرف انا بكره هبقى عدي عليك. لا 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 خلاص يا عمر. هو انت طفولتي ولا انا قصرت؟ انا اللي طولت طول عمري. نايت نايت عمر. الو الو انت فين؟ ايوه انا دخلت المكان اهو. وصلتي؟ اه وصلت. مش شايفاني؟ انا اهو انا وقفت اهو رافع ايدي. الو فين؟ معلش الارسال كان ضعيف. اه فين؟ اه شفتك خلاص اهو. اهلا وسهلا اتفضلي. اشربي ايه؟ أنا مش عايزة أشرب حاجة. لا ما يصحش. إزاي؟ لازم تشربي حاجة. مش عايزة أشرب حاجة، أنا جيت هنا عشان أعرف أنت كان قصدك إيه بالرسالة اللي أنت بعتها لي بالظبط. يا سكر ما أنا قلت لك يعني المسج واضحة زي الشمس. سكر دي رابع مرة أبعت لك فيها مسج وأنت ما ترديش عليا، على الأقل اسمعي أي حاجة من اللي أنا بقولها لك. أنا ابتديت أقلب بجد. عموما انا عارف ان هو مفهمك ان انا شرير واني بجري وراه وبطارده وانا السبب في كل اللي حصل. ايوه انك انت خطفت خطيبته والجو ده كل ده انا عارفاه. آه. انت عايز مني؟ يعني انا بصراحه مش عايز الا مصلحتك يعني، وبصراحه انا مستخسرك في الواد الجربوع ده. طب الكلام ده انا عارفاه. ليه بقى؟ يعني تقدري تقولي كده انك صعبانه عليا وخايف عليك انك انت تعمل فيكي زي ما تعمل في اللي قبلك. لا 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 لا, لا ما تستغربيش كده وتقالي كيفي. الباشا بتاعك ده كتالوجه عندي واقدر اقول لك هو عمل معاكي ايه من ساعه ما قبلك لغايه اللحظه دي، مرورا بقى بالفيلم بتاع ان هم كانوا اغنياء قوي واولاد زوايات بس ابوه التلفان ضيع الثروه وانهم بقوا بيشحتوا ومعهمش دلوقتي. الفيلم ده كله على بعضه هو اللي عامله، دي نصبايته ودي النمره اللي هو بيجيب بيها المزز الطيبه اللي زيك سكه. وبعد ما ياخد غرض ويقشطهم نفترض الكلام اللي انت بتقوله ده صح يا باسم، انت بقى بتقوله لي انا ليه؟ انت في الاخر ما تعرفنيش كويس على فكره. اللي كان صاحبك او صاحبك ما اعرفش. لا هو انت فاهمه غلط شويه. هو عمره ما كان صاحبي. هو كل ما في الامر ان في اصدقاء مشتركين بيجمعونا ببعض او بيطلع لي زي العمل الراضي كده في اي سهره الاقي معاه موزه اشقطها منه، اقابله تاني يوم في النادي حرجم على موزه تبعي اسيبه يعمل نفسه ان هو خدها وهكذا مش اكتر يعني. انا اصلا ما بطيقش خلقته. كل ده عشان انا صعبان عليك؟ طب بص ميرسي قوي بقى على النصيحة دي، يعني كانت نصيحة فظيعة. ليه بس استني رايحة فين؟ أنا ما كملتش كلامي. جو الصعبانيات ده ما يدخلش على واحدة زيي. سيبك من اللبس اللي أنا لابساه ده. عارف أنا منين؟ من بولاق. وما أدراك ما بولاق. تعرفها؟ أه عارف طبعًا. أجدع ناس والله.
وبالمناسبة بقى ما دام انت فتحت الموضوع انا احب اعرفك بنفسي، محسوبك ابن بلد برضو. انا اهلي من المعصرة حلوان، تعرفيها انت؟ اجدع ناس. سلام يا ستي. استني استني، انت مال الطلقة عندك حامي كده؟ ما استني اسمعي مني. بصراحة انا من ساعة ما شفتك معاه في الليلة اياها وانا كنت هتجنن. ازاي واحدة زيك تقع مع الجربوع ده؟ وبعدين انت جميلة مش جمال عادي، انت فيكي حاجة حرشة كده انا بحبها. وعرفت هي منين؟ بقعد صح؟ بتقعدي تعمل اللي انت عايزاه. انا بحب اهل بولاء. ليلتها، نرجع لموضوعنا، ليلتها انا ما قدرتش انام غير لما بعتلك الرسالة دي. ليه؟ علشان كنت خايف عليكي، كنت عايز الحقك. بس واضح ان انا اتاخرت، واضح ان هو قلبك، بدليل انك انت لجأتي لي دلوقتي. هو فعلا قلبني، وما انكرش ان رسالتك برضه روشت دماغي. بس السؤال بقى، يا ترى هو فعلا بيلعب بيا ولا انت بتعاكسني؟ لا هو انا معترف انا بعكسك، بس هو اكيد بيلعب بيكي. وكلامك طلع صح، عشان كده بقى جيت اقابلك النهارده عشان عايز اعرف معلومات عنه، عشان ارد له الالم اللي هو اداهوني. تعجبيني وانا تحت امرك. طب شوف لي بقى حاجه اشرب. ما هي لو بترد على التليفون ما كنتش هاجي اسال عليها هنا. يمكن عند الكوافير. لا مش عند الكوافير، عديت عليها المحل مقفول، بعدين عربيتها بره. ممكن تكون فين مثلا؟ والله يا ابني ما اعرف، هي كانت لابسه ونازله متاخر، قلت طب رايحه تسهر معاك، رايحين حفله ولا حاجه. انا فعلا بكلمها ما بتردش. طب اقعد، خش 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 عمر، وانا ثانيه هلبس واجي لك على طول. يا عمر وانا كمان هغير. لا لا استني بس، انت هتظهري تنزلي فين؟ لا انا هلاقيها على طول وان شاء الله هتوصلي هي. هاجي معاك يا ابني. لا 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 ما هاجي معاك، هحط حاجه عليا وادي. هي بس عامله تليفونها سايلنت ولا بتاعه ومع حد من اصحابها. ناديه لو وصلت لك كلميني. ماشي. والنبي عمر طمنا احنا صاحيين. تكون راحت فين؟ يعني انت فاهمه كل حاجه بتمشي في البيت لما دي هتفهميها. سكر ممكن تردي عليا؟ امك قلقانه عليكي جدا، ارجوكي كلميني. والله يا ابني مفيش داعي، انا بقول لك واسمع كلامي، كمل سهرتك. لا ينفع. ثواني انا جاي اهو. تردش على تليفونك من ايه يا مستر عمر؟ في ايه؟ ما انت عارف ان انا براقب فيلا باسم وما نمتش من امبارح. يعني عارف ان انا وشيرين اتقابلنا امبارح؟ اه عارف. وسمعت الكلام اللذيذ اللي انا وهي كنا بنتكلم فيه. اه سمعت. استر على ولانا يا رب. ورحت سمعت سكر طبعا. اه رحت سمعت سكر. انت ناسي ان سكر دي ماي بيست فريند ولا يمكن اشوفها مخدوعه؟ وانت ناسي ان هي الجيرل فريند بتاعتي؟ ولما هي الجيرل فريند بتاعتك قعدت تعطف وتلفلف ليه مع الولايه العرض عرضين دي؟ عشان جزء من الخطه يا متخلف. انت ناسي ان انا عارف انك بتسمعنا؟ او ماي جاش، فاتت عليا دي، معلش يا مستر عمر ملحوقه. لا ولا يهمك عادي، انا هبقى اقول له. اكيد ماشي، هتقول لها يلا دلوقتي. انت عارف ان انا كنت بطل ملاك من زمان؟ اه لما انت ما شاء الله عليك عصب. حبيبي يلا تعالى. ايه يا مستر عمر؟ لا ابوس ايدك يا مستر عمر، احط انا نفسي حاجه استر بيها نفسي. والنبي يا مستر عمر، والنبي يا مستر عمر. طب هقول لك، هقول لك والنبي، والنبي مش عايز نازله تشوف التراولاتي دي، انا كنت هروح الجيم. هقول لك يا مستر عمر، انا ما صدقت البنت تحترمني. والنبي يا مستر عمر. بليز يا مستر عمر، بليز ابوس ايدك، ابوس يور هاند يا مستر. والنبي يا مستر عمر، والنبي. صباح الخير يا نادي. ايه ده؟ في ايه؟ صباح الخير يا نادي، عامله ايه؟
طب هي نايمة؟ استنى ايه ده؟ استنى بس يا مستر عمر، يا مستر عمر ما تعرفش كده، بتقول لك نايمة. الشقة ولا هي مخطوبة؟ سكر عمر البيت حرمان. انت مش مزعلها؟ نايمة بنت امها بيحبوها. سكر ما بيحبوها. مش انت عايز ايه؟ انا عايز افهم عايز ايه؟ وايه اللي جايبك هنا اساسا؟ معلش يا خالتي، انت عارفة بتوع الزمالك اوبن مايند. جانا قهوة مظبوطة تنطص عليها. اسمعيني، انا هتسمعي. انا مش عايزة اسمعك، ايه رأيك بقى؟ قول لها بص يا سكر، مستر عمر من الاول كان عارف ان احنا بنسمعه صح بسرعة. فده يفهمنا ايه؟ ان ده جزء من الخطه. طب ما دام ده جزء من الخطه بتشككني فيه ليه؟ ما انا صح عليا وافتكرته بيخونك. وانت نازل تقابلها ليه من غير ما تقول لي؟ صح عليا انا كمان، وبعدين احنا مش متفقين نشتغل على الناس دي، لما تجيلي الفرصه لغايه عندي اقول لها لا. تقول لها لا؟ كفايه انك انت قعدت تقول لها انت ما تتنسيش، انت ما تتنسيش. تقومي انت اول ما تصدقي بس ان ده يكلمك تقومي نازله معاها على طول في العربيه صح؟ قالوا لنا عارف ان انت بتغيري، كنت دبحتك. نزلت معاها زي ما انت كمان ما نزلت معاها. على فكره بقى انا ما كنتش طايقها وانا قاعد معاها امبارح، ايه رايك بقى؟ وانا كمان كنت هديله بالكوبايه على دماغه. وما اديتليش بالكوبايه ليه؟ عشان كنت متغاظه منك بصراحه. واحده وبمثل ان انا برسم عليها، اقولها ايه؟ يلعن ابو شكلك. تقول لها يلعن ابو شكلك. بحبك يا غبيه، وبحبك وانتي غيرانه كده ومتعصبه. وانا كمان كنت بحبك. كنت قصدي بحبك. مش هتصالحيني؟ انت اللي المفروض تصالحني. صالحني. لا ما حسيتهاش بصراحه، مش من قلبك. صالحني تاني. لا كده الموضوع بقى فيري فيري كلوز كونفرسيشن. استاذن انا بقى. اي خدمه مستر عمر. كان شكلك حلو يا فكره. ما تعملش كده تاني. انت حركت. عارف لو كنت طبيت عليكوا كنت عملت فيكوا ايه؟ ما كنتش هتنسوني بقى للابد. ثانوي ما انساكي للابد. دي اللي كانت هتبقى ما تتنسيش. تشرب قهوه؟ لا صالحيني انت كمان بقى، ما صالحتنيش لغايه دلوقتي. لا الناحيه التانيه. مفيش واحده هي عمر؟ مفيش واحده هاي شوجر؟ قلتها كتير. طب قولها تاني. هي شوجر. هاي عمر. 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 بصوا يا جماعه، اللي حصل ده كان ممكن يخلينا نسيب بعض على فكره. بس الحمد لله الموضوع بقى جه ايه؟ في مصلحتنا. كده باسم فاهم ان انا وانت خلاص فركشنا بعد الشر يعني صح؟ صح. صح. يبقى انا هروح اقابله مرتين ثلاثه علشان اعرف ايه اللي في دماغه. مرتين ثلاثه ايه؟ ولا مره حتى اصلا. يا ابني اسمعني للاخر، انا هقابله مرتين ثلاثه عشان اعرف ايه اللي في دماغه، عشان نعرف نقلبه صح. سكر احنا اتكلمنا في الموضوع ده مليون مره وقلت لك انه مرفوض. انت مش عارفه انا حسيت بايه امبارح لما شفت معاه في العربيه. ما تخلينيش اتغاب عليكي. طب ممكن تقول لي عملت ايه مع المحروسه شيرين؟ طلعت منها باي معلومه عدله؟ المحروسه اللي هتعرف تبيع الارض ولا معاها فلوس تشتري حاجه؟ يبقى خلاص ما قدامناش حل غير باسم، عشان هو اللي مهم. مفهوم؟ انا هروح اقابله مرتين ثلاثه بس، هعرف ايه اللي في دماغه عشان نعرف نقلبه. سكر انا مش هستحمل. تستحمل ايه؟ هو هيعمل لي ايه يعني؟ هيعضني؟ وبعدين انتوا الاثنين هتبقوا مراقبيني وعارفين تحركاتي، مش كده حماده ولا ايه؟ طبعا. وافق. وافق بقى مستر عمر، خليك متفتح. انت تخرس خالص. ماشي يا سكر. ماشي. اوكي. بس عشان تعرفي انا بثق فيك قد ايه. وبشرط. مش عايز بقى دلع وسهوكه وتعيشيلي في الدور والجو الهبل ده، يا اما والله العظيم تاخدي على دماغي، فاهمه؟ انا ما بعرفش اتدلع اصلا. ما تقلقش يا مستر عمر، في الخفيف منه. شوق ولا الدواء؟ اوعى الدواء يا سكر. استر نفسك انت وخليك في حالك. لا مؤاخذه. طب بص، واحنا في حموتها كده انا هكلمه، هديله مكالمه عليه يعني بطمن عليه من اللي حصل امبارح. الو. ايوه. سكر، انا ما نمتش طول الليل. ايه ده، انت كمان ما نمتش طول الليل؟ اصل انا بصراحه كنت عايزه اعتذر لك على اللي حصل امبارح.
very very sorry. I'm sorry. لا ولا حاجة. ممكن نخرج مع بعض. اللي تشوف شوي لو دوقت معاه يخلص. اوكي باي باي. ايه خلاص ما عملتش حاجه يعني؟ خليك بروفيشنال. يا عم اضحك. فيري جيلس. تفتكر اتضايق بجد؟ هو دوز التشويق كان زيادة شوية. مش عارف مش مفهوم. على جيزو مالكش علاقة بيا ما تتكلمش معايا، أنت مش عايز تاخد رقم 8. على مهلك يا ماما على مهلك ما تخافيش، أنت ليه يا ابن كده؟ زيك يا ماما عاملة إيه؟ إحنا اتجمعنا على خير. البنت راسها إيه؟ زوزو. اقعدي اقعدي على مهلك. حبيبتي. أهلا أهلا. ما شفتوش الواد عمر ودرية؟ ليه أكيد بيجيب سيجار ولا كافيار؟ طب ما تتصلي عليه. كلمته معرفش ما بيردش. ما بيردش؟ نادية وحمادة. كلمت حمادة يا ماما كلمته والله أكتر من مرة. لا مالكيش علاقة بنادية وحمادة. لا 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 بس أنا حمادة إحنا مش عارفين هما فين بس هما جايين. إحنا مش عارفين هما فين بس هما جايين. الحق الحق اقعد يا دود. الواد عمر اتاخر قوي وهو ضريه. طارق حواس ما بحث يا مولانا العم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الرخيم عباد وجيه يا فندم. اهلا وسهلا. تشربوا ايه؟ مفيش وقت للكلام ده. خير يا فندم. خير ان شاء الله. عايزك تبص على الصور دي تشوف لو في حد تعرفه، حد قابلته. حضرتك تعرف واحدة اسمها سكر؟ أو واحد اسمه عمر؟ أو سبعبع، حمادة. هي دي سكر. حضرتك ده تنظيم عصابي ومسكنا حد فيهم واحنا بنحقق معاه اسمك جه في الكلام. قلنا أكيد منمرين على حضرتك. ده اعرفه ده عمر. عمر الجزار. اسمه عمر ايه الجزار؟ عمر حسين الجزار. ايه مالك يا فندم؟ في حاجة؟ يا استاذة يا استاذة اللي برا. اهلا. ايه يا دودو اتاخرتوا كده ليه؟ انا مش فاهمه. مستر عمر وترتوني بجد. انا قلت لهم مستر عمر ابن ناس ولا يمكن يخطر بينا. ما يا وحشيك زهريه زهريه حبيبتي. انا قلت منوره خالتي ام عمر عشان ما تبقاش تتاخر تاني عليا. الله يبارك فيك. انا العريس. والواد على فكره كان هيوقع بيني وبينك. لا 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 انا بقول ايوه ايوه. تعالى اقعد تعالى اقعد يا مامته. حماده يعمل ابو كده. علي قلبي تعالى تعالى اقعد يا عمر. اول حاجه في السفر الصحبه. سبعه على كويس. ايه سبعه على عينيه نسيبه خلاص. شكرا يا مخزين. يا جماعه اللمه دي ناقصها مين؟ مين؟ البت نجلاء. يا عم مسك سيبك. ربنا اراد كده عشان فرحتنا تكمل. اخترت المطار بالاسامي اللي بلغنا بيها ولا لا؟ ماشي. طب وفي حد منسق معانا هناك؟
احنا جايين في الطريق. ماشي، مع السلامه. مع السلامه. هنلحقهم كده؟ الطياره الساعه 8 ان شاء الله يا عماد. يلا بس اجري انت بس يا عماد. بقول لكم ايه؟ هو كده دايما، معلش صحته سباعي على فكره. هتتقسم بين مجرات ايه اللي هتقسم بين مجرات؟ هنرجع لها الفلوس بعد كده. اه طبعا هنرجع لها الفلوس يا حماده. ما شاء الله. بقول لك ايه؟ ما شاء الله ما شاء الله، متجمعين عند النبي كلكم موجودين. يا ريتك ما صحيته والله العظيم. حطي الحزام يا ماما، حطي الحزام. امال انا بنطلوني كويس ما ماسك عليا، مش لا محتاج. لا مش دم الطياره يا سباعي. طب ماشي، احنا دلوقتي فين الكابتن زور الكابتن فتحي؟ ايه الحوار ده؟ كنتش نام؟ ده ممكن يكون في الحمام او حاجه. لا 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 مش اي حمام. لا انا جيت من بدري ما شفتوش. ما دخلش اصلا. لا 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 في باب ما ينفعش. لا لا معلش، في واحد بس يلا بالحزام بلا. أنا فتحي بتاع زمان، أنا شبح العالم. هديك 200 مليون تغدر بيهم؟ باشا بتاعنا بيعرض عليك عرض، وأنا لو مكانك لا يمكن أرفضه أبدا. ما باشا برضو أنت عندك تغدر ب 300؟ أنا الحقيقة الغدري مش طبيعي، بس هعمل إيه بقى؟ ب 300 مليون. ياكلوا ببلاش. استاذ سامح عبد الشكور. انا يا ابني. يلا. تعالى يا مصر. يلا يا موح. يلا يا حبيبي يلا. يلا تعالى حبيبي. صباح الخير يا مصر. اتفضل. سلام. اتفضل. سلام. انا في كنابه دلوقتي لحد جد غريب. انا مش غلبانه لحد. انا عندي 5 مليون جنيه. طيب؟ لا مش عشان طيبه. عشان ماليش لا حبيب ولا قريب ولا غريب ياخد باله مني ويقف لي مفيش. فهم بقى ياخدوا فلوسي ويقسموها كل مره كده، ياخدوا فلوسي يقسموها. بس انا عايزه اقول لك حاجه، اللي قدامي دي كانت عايشه في قصر. اه والله كنت عايشه ملكه، انا كنت متواجه في القصر، كان كل الناس بيتعاملوا معايا لان انا يعني هانم هانم. سيب الله العظيم بنتي دي تشهد. البنت دي كانت معايا، صح يا بنت؟ مش عم غزال كان معايشنا هوانم، كان عندنا كلاب، كان عندنا يا
انا وسكر عندنا حته دي فكره. ايه؟ قولي يا ابو مصطفى. بصوا بقى لو العمليه دي نجحت كل واحد فينا عارفين هياخد كام.